أنت أحيانا تضر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية. طبيب أمراض نساء في عيادته وهتعمل حقن مجهري وتسأله السؤال، أنت محتاج الزوج في حاجة؟ لا 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 لا، هو كده كده يوم العملية هناخد منه العينة، ده ما اسموش حقن مجهري، ده اسمه أي حاجة غير حقن مجهري. من 9 فبراير 2020 في مراكز رياضة الخصوبة والصحة الإيجابية لغينا التسقيم، لأن ليس له أي دور في نجاح حمل الحالة بتاع تكيس المبايض، بالعكس قد يكون مؤذي ليها. الدكتور الشاطر عامل زي المخبر السري الشاطر أو زي المحقق، لازم يتوقع أشياء في طيات الجريمة. معظم حالات بطانة رحم مهاجرة اللي هي عاملة تأخر حمل، البقع والرقع بالذات ما فيهاش أعراض. للوهلة الأولانية بيبان لي إن اللي يفوت مشكلة في الرحم ما يشخصهاش في تأخر إنجاب يبقى بيهرج. أكتر حالات بتنجح فيها الحقن المجهري مشاكل الأنابيب وحالات الزوج، الاتنين دول الأنابيب تحديدا بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحقن المجهري فيها أعلى. سياستنا في مراكز رياضة الخصوبة والصحة الإنجابية، اوعى ننسى الرحم. معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات العلمية. خليكم دايما معنا. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. دايما الحالات المرضية التي لها تفصيل بمعنى مش تفاصيل، لا تفصيل للعلاج لكل حالة أسلوبها الخاص بيها، زي ما أنا أجي أعمل جاكيت أعمله تفصيل غير ما أجيبه جاهز، كل واحد له مقاساته في صناعة هذا الجاكيت. برضو في العلاجات اللي بتنطرح بالمهاجرة المسألة تفصيلية، طالما المسألة تفصيلية في قيمة مهمة جدا للعمل الجماعي. ليه؟ حالات ستحتاج إلى تدخل مناظير وتدخل فريق جراحي عشان يعمل إزالة لشيء معين بمنظار، حالات تانية هنعمل حقن مجهري بفريق عمل الحقن المجهري كامل. ولذلك دايما الحالات المرضية اللي فيها زي ما بقول لكم كده تيلورينج في العلاج، تفصيل للعلاج، لازم يبقى دور العمل الجماعي فيها على أعلى مستوى. النهاردة هنسلط الضوء على هذه العمل الجماعي في منظومة عالمية على أرض مصرية بلا شك، ده بجد بقى اسم متميز للغاية. طبعا مجموعة مراكز الرياض اسم بنفتخر بوجوده معنا، والنهاردة طبعا
قمة هذه المنظومة العلمية الرائعة، موجود معنا النهاردة القمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع مصريا وعربيا وعلى المستوى العالمي، ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب بكلية الطب قصر العين الاستشاري تأخر الإنجاب والحقن من جهري، عضو جمعية الأوروبية والأمريكية للخصوبة ورئيس مجلس إدارة مجموعة ومراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية، ضيف العزيز أهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور أيمن، منورنا وسعيد جدا بهذه الزيارة. أنا أسعد. ومعانا كمان اسمه متميز للغاية في مراكز الرياض النهاردة دكتور مصطفى عبد الجليل استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجاري بمراكز الرياض والخصوبة والمدرس لأمراض النساء وعلاج تأخر الإنجاب بكلية الطب قصر العين جامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور مصطفى، منور الناس الحلوة. أهلا بحضرتك دكتور أيمن، منورنا النهاردة الحقيقة. هبدأ الأول مع دكتور هشام، لماذا أو ما هو الموضوع الذي تود أن تطرحه في صورة العمل الجماعي الموجودة في مراكز الرياض؟ وأعتقد إن هو بتنطرحه المهاجر. طيب هو إحنا هنبتدي بالكيس سيناريو اللي هو الشهير وبنشوفه في مراكز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية، وساعتها بنتعامل معاه بالطريقة العمل الجماعي الصحيح. إيه النموذج ده أو إيه السيناريو ده؟ النموذج ده دكتور أيمن إن حالة في تأخر إنجاب، سواء كان تأخر إنجاب أولي أو ثانوي. أولي يعني عمرها ما حملت ولا ولدت قبل كده، ثانوي إنها حملت وولدت قبل كده لكن انتظرت إن الحمل يحصل تاني أو تالت وما حصلش. في الحالتين الزوجة اللي عندها تأخر حمل هي وزوجها توجهوا إلى طبيب واحد واثنين وثلاثة، وفي كل مرة الطبيب المعالج بيطمنها بيقول لها الأمور عندك تمام، طب ناخد منشطات للتبويض ويتابع التبويض والتبويض يبقى كويس، عملت أشعة بالسبع كويسة، عملت فحوصات التحاليل الهرمونات كويسة، الزوجة عملت حيث المنوف في مركز معمل ذكورة برضو كويس. وللأسف رغم كل المعطيات دي لكن ما زال الحمل متأخر، والزوجة والزوج دول سمعوا تعليق من أكتر من طبيب ما فيش سبب يأخر الحمل، وقعدوا في البيت واستنوا الحمل يحصل. ده أو دي الحالة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. هل الحالة ديت بنسبة 100% هتقعد في البيت وهتنتظر الحمل هو يحصل عشان ما فيش سبب، ولا في سبب وللأسف لم يتم تشخيصه بعد؟ ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. دكتور مصطفى أنا عايز أسألك سؤال، هل في الحمل غير معلوم السبب يصنف بطنة الرحم المهاجرة على أنها قد تكون واحدة من الأسباب التي يقال أنها غير معلومة وهي موجودة مستخبية خفية؟ فعلا دكتور أيمن، هي دي تقريبا أهم سبب من الحملة اللي هو غير معلوم السبب، يعني ده أهم سبب بنلاقيه بعد كده لما نبتدي نكمل الفحوصات والتحاليل بتاعتنا والمنظار البطني طبعا. مدى انتشار ايه هو بطنة الرحم المهاجرة وما مدى انتشار هذا المرض في الوطن العربي وفي العالم؟ هو تقريبا من نسبة 30-50% من السيدات اللي عندها تأخر الإنجاب بتبقى عندها مشكلة بطنة الرحم المهاجرة. من 30-50%؟ من 30-50%، يعني تقريبا من كل 10 سيدات عندهم تأخر في الإنجاب 3 أو 5 سيدات بتبقى عندهم بطنة الرحم المهاجرة. ايه هي بطنة الرحم المهاجرة؟ هي بطنة الرحم المهاجرة من الاسم كده، هي بطنة الرحم هاجرت من المكان الطبيعي اللي هي تبقى موجودة فيه اللي هو جوه تجويف الرحم وراحت أماكن تانية. من أشهر الأماكن دي بتبقى المبيض وبتبقى قنوات فالوب، وطبعا أماكن تانية كتير بس دول أكتر مكانين بيبقوا موجودين فيه. اوكي، من كلام الدكتور مصطفى دكتور هشام 50% من عندهم تأخر إنجاب عندهم بطنة الرحم المهاجرة، 30-50% فعلا وتكاثر مبايض. ايه ده؟ يعني النسبة بتاع 30-50% دي من حالات تأخر الإنجاب نتيجة بطنة الرحم المهاجرة، وتقريبا شبهها من حالات تأخر الإنجاب تكاثر مبايض. الله، يبقى احنا بنتكلم في بطنة الرحم المهاجرة وتكاثر مبايض، دول أشهر سببين لتأخر الإنجاب، وأحيانا كتير كتير بيكونوا هما الاثنين مع بعض اللي هو تكيس المبايض وبطانة الرحم المهاجرة. والنهاردة بنتكلم عن صورة من صورة بطانة الرحم المهاجرة اللي احنا هنسميها دكتور أيمن مرحلة أو صورة البقع والرقع. بقع يعني بطش بالبلدي كده، أو رقع
موجودة في المنطقة بتاعت الحوض، موجودة حوالين الرحم، حوالين الأبيب، حوالين المبايض، في الغشاء البريتوني اللي مبطن المنطقة بتاعت الحوض. وده اللي هيكون الصورة اللي هنتكلم عليها النهاردة، اللي هي صورة بطانة الرحم المهاجرة، اللي هي سبب من 30-50% في حالات تأخر الإنجاب. طيب دكتور مصطفى، قول لي الأعراض بتاعت بطانة الرحم المهاجرة الأكثر انتشارا، أو اللي أنت بتشوفها في مراكز الرياض، يعني في الهيستوري، في كيس هيستوري اللي بتطرح عليكم. هو الحقيقة من أشهر الأعراض بتاعتها إن مفيش أعراض تماما خالص، وليه بقول للأسف؟ عشان دي بتخلينا أو بتخلي معظم الدكاترة تأخر التشخيص بتاعت بطانة الرحم المهاجرة، إن هي ما بتبقاش ليها أي أعراض خالص. في طبعا أعراض تانية زي أوجاع في الحوض، ممكن يكون الأوجاع دي أثناء الدورة الشهرية، وبتبقى ليها صفات كده معينة، إن الأوجاع دي بتزيد جدا قبل بداية الدورة الشهرية وبتبتدي تنزل تدريجيا مع نزول الدورة. ممكن طبعا أوجاع أثناء العلاقة. وتاني عرض، وده طبعا موضوع حلقتنا النهاردة، اللي هو بيبقى عامل تأخر في الإنجاب. دي هي معظم البرزنتيشن بتاعها. بالظبط بالظبط. ده يخلينا نسأل على التشخيص، يعني طالما الأعراض معظم حالات بدون أعراض أحيانا. تمام. أنا هسيب نقطة تشخيص دكتور مصطفى، بس بأكد على كلمة قالها مهمة قوي قوي دكتور أيمن، إن في مرحلة البقع والرقع بطانة الرحم المهاجرة على شكل سبوتس، بقع ورقع، معظمهم ما عندهمش أعراض غير العرض الأساسي اللي هم جايين يشتكوا منه لينا في المراكز الرياضية الخاصة بالصحة الإنجابية، اللي هو تأخر الإنجاب. بمعنى أن أي واحدة عندها تأخر إنجاب وما عندهاش أعراض ما تتطمنش، ما تقولش أنا أكيد ما عنديش بطانة رحم مهاجرة. لا سيدتي، للأسف معظم حالات بطانة رحم مهاجرة اللي عاملة تأخر إنجاب في مرحلة السبوتس، مرحلة البقع والرقع، ملاش أعراض. يبقى الكرة بقى في ملعب الدكتور مصطفى، ان احنا نتكلم على التشخيص، كيف نشخص الحالة اللي ممكن تكون بدون أعراض. تمام دكتور أيمن، هو أهم تشخيص، يعني أهم طريقة لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة طبعا بتبقى منظار البطن، وده ميزته إن هو بتبقى مش تشخيص بس، هو تشخيص وعلاج في نفس الوقت. تشخيص وعلاج. تمام. طب أنا عايزك بس تشرح لنا شوية، لو الحالة جات لك دلوقتي، هل كل الحالات اللي احنا هنسسبكت هنشك فيها هنعملها منظار بطن روتين، ولا ليها انديكيشن يعني؟ لا طبعا، هي مش كل حالات، لكن لو احنا عملنا الفحوصات والتحاليل المبدئيه ووصلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها ان اكسبليند انفيرتيليتي، او تاخر حمل غير معلوم السبب، واحنا زي ما قلنا في اول حلقه ان هي من اهم الاسباب حمل تاخر حمل غير معلوم السبب، هي وجود بطانه الرحم المهاجره، ودي بيتم تشخيصها عن طريق المنظار البطني. ساعتها بقول لها ان احنا ممكن يكون عندنا بطانة رحم مهاجرة، وأحسن حاجة نعملها المفروض منظار البطن، وبشرح لها إن إحنا المنظار البطن ده مش تشخيصي بس، ده علاجي في نفس الوقت. اللي أنا فهمته من كلام الدكتور مصطفى إن أنا بدخل الحالة أشخصها بمنظار البطن، تمام، وعالجها ولا صحيها وروحها. هي وان سيتنج طبعا دكتور ايمن، اكيد وان سيتنج، هي جلسه واحده تشخيصيه وعلاجيه في نفس الوقت. احنا بنشخص هل في بطانة رحم مهاجره موجوده ولا لا عن طريق منظار البطن، وبنعالج لو كان موجود. احنا بنتكلم عن المرحله اللي اسمها السبوتس، اللي هي البقع والرقع. العلاج في ثلاث كلمات، لو في بقع ورقع كوترايزيشن، كي ده رقم واحد. رقم اثنين، بريتونيال لافاج، غسيل بريتوني للمنطقه بتاعه الحوض بما فيها من ماكروفيجز وبما فيها من خلايا بتمنع الحمل ان هو يحصل. قد ايه الحاله بتستفيد من هذا الغسيل البريتوني؟ واحيانا بيكون فيه التصاقات بنشيلها برضو عن طريق منظار البطن. معلش انا يعني سرقت الاجابه من دكتور مصطفى، ايه دور منظار البطن؟ هو ليس فقط تشخيصي، فهو تشخيصي وعلاجي، والعلاج ده بيكون على شكل ثلاث صور، كي للبقع وغسيل بريتوني وفك الالتصاقات لو كانت موجوده. هسال الدكتور مصطفى، حضرتك سامعني؟ تمام. انا دايما اقول ان التعامل مع بطانه الرحم المهاجره يحتاج الى فريق عمل. صورة الفريق، دور كل واحد في الفريق هنا في الأساليب العلاجية الأول، هل كل حالات بطانة الرحم المهاجرة بتتعالج بنفس الأسلوب، ولا بنفصل لكل حاجة لحالة أسلوب العلاج الخاص بيها؟
لا احنا طبعا على حسب الدرجه بتاعت بطانه الرحم المهاجره، احنا بنقسم بطانه الرحم المهاجره من الدرجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، كل درجه منهم ليها اسلوب مختلف تماما عن الحاله الثانيه. فطبعا ده بيفرق عن طريق الاول، لازم سن الزوجه بيفرق، مخزون المبيض بتاعها بيفرق، هل حاله الانابيب بتاعتها بتفرق، تحليل الزوج بيفرق. فهو مش عشان عندها بطانة رحم مهاجرة فعندها يبقى كده نعم، يعني في علاج ثابت ليها، هي طبعا على حسب كل المعطيات اللي انا قلتها دي. ده خليني اقول ان اللجنة العلمية لها دور مهم في التعامل. طبعا وزي ما حضرتك بتقول هو فريق، يعني حتى على مستوى المناظير بيكون في حد متخصص في المناظير بيقوم بعمل المنظار ده، لان كان قلت في برنامج حاجة قبل كده وبكرره تاني، ان احيانا في صور اسمها اتيبيكال اندومتريوزس. يعني اندومتريوزس يعني بطانة الرحم المهاجرة، اتيبيكال يعني غير معتادة، غير معتادة. الصورة دي هي بتبقى حاجة من اتنين، يا فيزيكلر حويصلات، يا فيزيكلر يا حويصلات، يا باتشي او باتشز اللي هي لونها ابيض. ايه ده، وبطانة الرحم المهاجرة المتوقع انها يكون لونها احمر، احمر او بني، بس لما الاقي باتشز بقع لونها اصفر ده ممكن تكون بطانة رحم مهاجرة، لما الاقي فيزيكلز حويصلات ده ممكن بتكون بطانة رحم مهاجرة. يبقى تشخيص بطانة رحم مهاجرة ده بيبقى عن طريق استشاري متخصص في المناظير، والعلاج برضو استشاري متخصص في المناظير. وزي ما قال دكتور مصطفى دكتور ايمن ان هو العلاج مش بس الـ يعني كإجراء اسمه منظار، لا احنا ممكن نعمل المنظار وممكن نعمل إجراءات تانية على حسب سن الزوجة، فترة تأخر الإنجاب، الزوج الحالة العامة أخبارها إيه، قنوات فالوب أخبارها إيه، وبناء عليه نقدر نعرف بعد المنظار ده هنستنى 6 شهور ولا هنحتاج إن احنا هنعمل حقن مجهري على طول. دايما أنظر لبطانة الرحم المهاجرة على إنها عدو مستخبي لا يبدو ظاهرا للعيان، الدكتور أو التيم الشاطر هو اللي يقدر يبحث عن هذا العدو ويقبض عليه ويحيده عشان يعدي بالكابلز مرحلة قد تكون في وقت من الأوقات يقال لهم إنها مش معلومة، لكن هي معلومة لما نركز بس ونشوفها بشكل كويس. صح كده؟ تمام كده دكتور أيمن، تحب عليك. نقول إيه لبطانة رحم المهاجرة قبل ما نمشي؟ نقول لها كده كده إن شاء الله بمشيئة الله هنتغلب عليكي، والجريمة اللي انت جاية تعمليها هنمنعك انك تعمليها، ومشيئة الله هيحصل حل. من انجح الناس من انجح الحالات اللي فيها بطانة رحم المهاجرة في الحمل عموما او الحقن المجهري خصوصا. ضيفي العزيز الاسم المتميز دكتور مصطفى عبد الجليل، استشاري علاج تأخر الانجاب والحقن المجهري بمراكز الرياض للخصوبة، المدرس امراض النساء وعلاج تأخر الانجاب بكلية الطب قصر العيني. نورت يا دكتور مصطفى، وشاكر جدا لوجودك معانا وتعبك وسهرك معانا لغاية دلوقتي، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، واستشاري علاج تأخر الإنجاب، وعضو الجمعيات الأوروبية والأمريكية لتأخر الإنجاب، ورئيس مجلس إدارة المؤسس لمراكز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. نورت كالعادة.
اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا مع واحد من نجوم عالم طب الاسنان. عنواننا النهارده عنوان مثير، ودايما لما يكون الكلام على الاخطاء الشائعه، انا نفسي كفكر اعلامي وميول اعلاميه دلوقتي بدات يعني النوعيه دي من الحوارات بترضيني من ناحية الإعلامية ومن ناحية الطبية طبعا، لأن هي أهم حاجة. طبعا احنا عارفين القاعدة العلمية الطبية الفقهية، درء المضرة مقدم على جلب المصلحة. فده يخلينا أقول إن في حاجات أنت بتعملها بتبقى غلط، يعني مثلا من أول الأساتك والأربطة اللي بدأت تنتشر كتير قوي بين المراهقين اللي لها ألوان اللي بيربطوها على أسنانهم تدي أشكال كده وألوانه، وبيبقوا عندهم اعتقاد ان الاربطه والحاجات دي تغني عن التقويم. الحاجات دي في منتهى الخطوره، ناس كتير حصرت منها من الاربطه دي وقالت انها ممكن تضر اللثه ضرر كبير. طبعا الخطا التاني الشهير جدا اللي انا مع في اطراف كتيره بقى بتشترك فيه، اللي هو تبييض الاسنان اما عن طريق الانترنت او عن طريق وصفات او عن طريق مواقع، او تبييض الاسنان في كشاك. ان انا اروح ابيض سناني في كشك ده مفتوح في مول مفيش طب موجود فيه، مفيش اطباء. ناهيك بقى عن التصرفات الخطا في التعامل مع التركيبات الثابته، ان انا اخلعها وانضفها وارجعها تاني وهي تركيبه ثابته، او التركيبات المتحركه انا احطها في كلور وده ممكن يضر جدا التركيبه المتحركه. كل دي اخطاء انت بتعملها او بتشارك فيها، لكن الاهم والاكثر اثاره هي الأخطاء اللي ممكن يرتكبها غير المتخصصين. وده يخليني أقول إن اختيار الدكتور المتخصص ده أمر شديد الأهمية وثقافة ينبغي أن تصل إلى قمتها في عقول المصريين. تعالوا نقرب من المعنى ده مع ضيفي العزيز، زي ما قلت لكم لقاء النهاردة مع واحد من سوبر ستارز هذا المجال. دايما حواره مختلف، دايما حواره مبدع، دايما له أسلوب كده خاص جدا في اختيار الموضوعات وطرحها. دايما انا ببقى سعيد جدا لانه كل الحوار بيبقى مغلف بالكثير من الحماس والكثير جدا من الجديه الكامله لتوضيح الامور لثقافتكم. ضيفي العزيز هو الاستاذ الدكتور محمود حشمت، زمالة تجميل الاسنان من جامعه مانشستر وعضو جمعيه الالمانيه لزراعه الاسنان والجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان. ضيفي العزيز اهلا بيك يا دكتور. يا دكتور ازي حضرتك؟ منور. اخبار حضرتك ايه؟ سؤالي الاول عن اختيار الدكتور، لأنه ده يكمن في تفادي الخطأ أكيد. يعني ما هو يعني اختيار دكتور طب الأسنان عشان يعمل لي كذا هيجنبني أكيد خطأ ولا إيه؟ عجباني فكرة المفاهيم الخطأ أو الأخطاء وفكرة اختيار الدكتور. ليه اختيار الدكتور؟ بص، مش عايز أكلمك النهاردة في فكرة، مش هاجي أقولك بقى كراونز وفينيرز وزراعة وكل ما يخص تخصصات طب الأسنان من تقييم وكلام ده كله. أنا مش هقولك إحنا إزاي بنعمل كراون أو اللي بنتكلم فيه على طول، أنا بعمل كراون إزاي ونتيجته بتطلع إزاي، ودي الحالة قبل ودي الحالة قبل بعد وقبل. لا، أنا هقولك إزاي ممكن الكراون ده يفشل، إزاي ممكن الزرعة دي تفشل. مهمة قوي زي ما أنت تبقى عارف الكراون ده بيتعمل ازاي، ونقعد نشرح للناس طريقته والزرعه بتتعمل ازاي ونشرح للناس طريقتها، الناس تبقى فاهمه ايه اللي اشوفه بعيني اعرف ان هي فشلت، او ايه اللي اخد باله منه والدكتور شغال فاعرف ان اللي بيتعمل لي ده غلط. دي مهمه قوي، مش هنخش في تفاصيل طبيه دقيقه جدا عشان الناس تفهمها، بس حاجات هتشوفها بعينك وانت في عياده الاسنان تعرف ان انت بتعمل لك حاجه غلط. والغلط ده بيشمل حاجات كتير قوي، منها الدكتور، منها الماتيريالز، منها طريقه الشغل، منها حاجات كتير قوي. خلينا ناخدها تخصص تخصص او ايتم ايتم، وهتلاقي كل حاجه احنا بنقولها في اكيد حد عدت عليه حاجه من التخصصات الكتير دي لو هو راعي عياده اسنان قبل كده. انت دايما لو انت عندك حشو عادي، ساعات ناس كتير للاسف بالذات في مجتمعنا المصري ده بتكسل او ما بتاخدش بالها، ما بتكشفش عشان ما بتعملش التشيك اب بتاعها بصفه دوريه، فما بتاخدش بالها لو في تسوس، تحس بيه امتى؟ لو اتوجعت قوي ووصل للعصب. فده يعتبر بالنسبه لي اشهر حاجه في طب الاسنان اللي هو حشو العصب واكثرهم اللي محدش بيسكت عليه، اللي محدش بيسكت عليه ده خلاص، ده هتجيلي بقى العياده غصب عنك الفجر. تمام. طيب جيت لي اعمل لك حشو عصب، تعال نشوف ايه اللي ممكن يفشل حشو العصب. مش صعب تعمل حشو عصب ويجي بعد فتره لك ده فيه خراج، ازاي يا دكتور؟ ده الضرس ازاي باظ، او الضرس ازاي اتكسر، او الضرس ازاي فيه خراج، ده معمول له حشو عصب، ده مسحوب العصب بتاعه. ايه اللي ممكن يفشل حشو العصب يا دكتور ايمن؟ حاجات مهمه وحاجات بسيطه جدا 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 جدا. تعال اقول لك ابسط حاجه ممكن تفشل حشو العصب ايه.
روبردام هو الايزوليشن. يعني ايه ايزوليشن؟ يعني العزل. الدرس اللي بتعمل له حشو عصب ده بطريقه مبسطه ايه اللي بيحصل له؟ انا بفتح قنوات العصب اللي فيها العصب، بطلع العصب في القنوات دي، انا برجع اقفلها تاني وهقفل عليها. قنوات العصب دي واصله بالامداد الدموي والعصبي بتاعت الدرس من طريق العظم. تمام. طب انا لو فتحت وانا شغال، المريض اتمضمض، المريض بلع ريقه، اللي وانا شغال بادوات مش انضف حاجه او مش معقمه اكتر حاجه، وانا بتمضمض والعيان اللعاب بتاعه نفسه، اللعاب بتاع نفس المريض دخل جوه قناه العصب، دي مشكله. كونتامينيشن وبكتيريا وحاجات كتير قوي جوه اللعاب بتاعنا دي تضر على اللونج تيرم، ما تشوفهاش على طول، الوجع هيروح بس هتيجي بعد سنه بعد سنتين هتحس في خراج، لان حصل بكتيريال انفكشن جوه درسك في العظم، بقى ساعتها بيحصل لك الخراج ده وانت عامل حشو عصب. دي ابسط حاجه. ايه هو ده؟ لو شايف الصوره اللي قدامنا على السكرين نحطها بتاعت الرابر دام، ده عزل مطاطي، غشاء مطاطي بنحطه على الدرس ده. لو ما تحطلكش بسم الله الرحمن الرحيم كده واحنا بنعمل حشو عصب ومروح، ده اهم خطوه في حشو عصب وابسطهم، وناس للاسف بتكسل ان هي تحطها، بتكسل بتتغاضى عنها، وكتير قوي عامل حشو عصب ما تعملوش الخطوه دي. لو ما عزلتش الدرس كويس قوي، الصوره دي متاخده جوه بق مريض، انت كل اللي انت شايفه في الصوره ايه؟ هو الدرس اللي انا شغال فيه، رغم ان في سنان حواليه، في سنان حواليه، كل ده متغطي وبنحط عليه كلامب. ده خطوه ما بتتكملش دقيقه، بس هي مهمه جدا جدا جدا، للاسف ناس كتير بتضغط عنها، ودي اي بي سي زي ما بيقولوا كده في حشو العصب، مهمه جدا. طبعا اشعه مقطعيه للاند مود، ان انت عشان تصور ويبقى عندك قناه عصب، ساعات واحنا بنصور اشعاعات مقطعيه قبل ما نعمل حشو عصب نلاقي اختلاف في شكل قناه العصب اصلا. المفروض وانا داخل دلوقتي تكنولوجي وصلتني ان قبل ما اعمل حشو عصب ابقى عارف هي فيها كام قناه عصب، لو فيها كيرف اعرف ولا لا، لو فيها اكسسوري كانالز، لو فيها حاجات كتير قوي. اكسسوري كانالز اللي هي قنوات اضافيه مخلوق بيها الانسان، هشرحها لك دلوقتي، هقولها لك، بس دي في اخر خطوه في حشو عصب في تقفيل قنوات العصب. انا عايز اخدهم لك حته حته جوه حشو العصب عشان ده تخصص مهم جدا 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 الناس بتغفله. حشو العصب اللي كنا بنقعد فيه 3 4 جلسات ده، وبين كل زياره وزياره بنحس بالم وبنخش بالابر دي نعمل فيه كده ونعمل مش عارف ايه، كل ده ليه؟ عشان مفيش تكنولوجي قوي دلوقتي. التكنولوجي سهلت عليا، التكنولوجي استخدمها صح ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابيكس ليكيتر اللي هو جهاز كمبيوتر بحطه على الدرس يقول لي طول قناه العصب في الدرس ده سي مثلا 20 ملي. لو حضرتك نظفت قناه العصب 19 ملي منها بس وهي 20 ملي، فيلير، ده فشل في العصب. لو عملتهم 21 ملي ده فيلير اكتر، هيتكسر. او الاداه اللي انت بتخش بيها دي هتعدي تخش في العظم وما تاخدش بالك، والمريض مش هيحس، وتاخد بالك بعد 6 7 شهور سنه سنتين حسب تحمل جسمك وحسب السيمتومز اللي هتبان عليك. كمبيوتر بيخش يقيس لي قناه العصب بالملي، تمام، هركنه، هجيب كمبيوتر تاني. الكمبيوتر التاني ده كل وظيفته ان هو بيخش ينظف الرقم طول قناه العصب بافشنسي او بكفاءه عاليه جدا بنفس الطول اللي قاله لي الابيكس ليكيتر الجهاز اللي قبليه ده. كلها حاجات صغيرة جدا. طيب القصة اللي انت قلتها لي كلها دي يا دكتور، دي كده معناها ان انا هقعد 6-7 زيارات ولا 3-4 زيارات اعمل حشو العصب؟ كل اللي انا قلته ده لو انت عندك تكنولوجي وعندك دكتور شاطر متخصص في حشو العصب تخلص في قد ايه؟ في نص ساعة. حشو العصب بكل خطواته ده، بدل ما نقعد 3-4 جلسات وكل مرة ناخد بنج وكل مرة نتعرض لأشعة وي 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 وي، لا دلوقتي مفيش الكلام ده كله، حشو العصب ده يخلص في نص ساعة. انا ده قلت لك كم حاجه جوه تخصص واحد بس، حشو العادي والحشو العصب فيلير، سبب فشل كامل في حشو العصب. خلصت حشو العصب، تيجي نخش في حاجه مور انترستنج، هنروح للتركيبات. بعد كده هنروح للتركيبات، لانه برضو يعني انت عارف اخطاء حشو العصب اخطاء مزعجه جدا جدا، اخطاء التركيبات اخطاء مزعجه وخناقات بقى، عشان دي اللي باينه. ايوه عشان دي اللي انت شايفها بعينك. حشو العصب انت هتحس بالم بعد فتره، تلاقي خراج، بتصور اشعه تكتشف انت مش مدرك. الكراون انت هتصحى الصبح كل يوم تشوفه، الفينير انت هتصحى كل يوم تشوفه، فيروح يتخانق مع الدكتور ويبقى حقه. التركيبات دي كمان في، انت عارف برضو حشو العصب تحس ان المهاره والتكنولوجيا وعدم استخدامها هي اللي عملت التركيبات. داخل فيها مواضيع خاصه بالضمير، يعني الماتيريال اللي استخدمت نوعها ايه، قصص كده قوي. التركيبات بالذات ايا كان نوعها ايه، سواء هي بريدج سواء هي فينير سواء هي كراون، انت تعالى نتكلم فيهم خطوه خطوه. يعني تيجي نتكلم في كل خطوه في عمل الكراون ده، من اول التحضير، ان انت هتحضر او هتبرد سنه. اول حاجه كده انت هتبرد ولا مش هتبرد؟ دي اول سؤال ممكن تساله لنفسك. طب هبرد ولا مش هبرد؟
طب انا هعملها اصلا السنه دي، انا جاي تعمل تجميل مثلا اللي هي اشهر حاجه الناس بتتكلم فيها، هعمل تجميل، هتعملها كراون ولا هتعملها فينير؟ هتحددها على السي. طب هعمل فينير، طب هتعمل السنه كلها فينير؟ عارف هنا بيحكمنا كلمه كده حلوه قوي بيدرسوها دكاتره التجميل او دكاتره التركيبات، بيعلموها لنا، توث كونزرفيشن. الكلمه دي مهمه جدا، سحر، هتخليك تحط احسن تريتمنت بلان، احسن خطه علاجيه لاي مريض جالك. توث كونزرفيشن، دور على اقل حاجه مينيمال انفيزيف، ان انت اقل حاجه تخليك تلمس سنان المريض، هتديك احسن نتيجه. حافظ على السنان على قد ما تقدر، السنان نفسها اللي موجوده في بق المريض لو هي هيلثي، لو هي سليمه تديك احسن نتيجه. عارف احنا وصلنا لايه؟ مش التكنولوجي وصلت حضرتك ان احنا بنعمل بدل الكراون لو عايزين نعمل تجميل الاسنان بنعملهم فينير؟ باختصار عشان الكراون هو ان انا اغطي سطح السنه كله داير ما يدور بكل اسطحها، الفينير هو اكيد الناس عارفاه خلاص دلوقتي اللي هو القشره اللي تغطي السطح الخارجي بس للسنه. تعرف في حاجه اسمها دلوقتي بارشل فينيرز او ميني فينيرز؟ حتى الفينيرز دي بقينا شايفينها كتير، بقينا نعمل حاجه اسمها ميني فينيرز او بارشل فينيرز. هوريك صوره، لو شايف السنه اللي قدامنا دي، السنتين اللي قدام دول فيهم سنه اللي هي الانتيري، السنه السنترال اللي في النص دي مكسوره، شايف الكسر بتاعها قد ايه؟ انا دلوقتي دي الطبيعي لو انت عايز تبقى يعني محافظ على السنه قوي وانت دكتور شاطر قوي وفاهم تخصصك، هتعمل لها فينير، هتحضر السطح الخارجي للسنه ده وتغطيها بفينير. وصلنا ان احنا بنعمل، شايف بقى الجزء الصغير ده، ده مش بقيه السنه، ده مش السنه اللي اتكسر، دي فينير. حاجه اسمها بارشل فينيرز او ميني فينيرز، كاستم كاستم، انا هعوض لك بس الحته دي. انت متخيل احنا وصلنا لايه؟ في كنا ان احنا بنحضرها كراون، لا بقينا نحضرها فينير، لا ده انا هحضر الحته دي بس، حتى الفينير بقى كتير في تحضيره. ماشي. طيب شايف الكيس دي اللي على الشمال دي، في مسافه ما بين السنتين، هل انا كنت اعمل ايه في كيس زي دي؟ لو انا عايز اعمل، هعمل فينير صح، هغطي السطح الخارجي للسنتين. لا، انت شايف في الصوره اللي على اليمين بقى الحتتين اللي تحت دول، انا هملى الفراغ ده بس، انا مش هغطي سطح السنه الخارجي كله. حضرتك يعني واصل معايا للحته دي؟ فكره يعني البارشل بما ان الشكل هيبقى مفيش فيه مشكله نقدر نعمل ده بالظبط. لو انا مش هغير كومبليتلي في لون السنه، لو هغير كومبليتلي في لون السنه ساعتها هعمل فينير كامل للسنه. طب الفينير الكامل للسنه ده او الكراون الكامل للسنه ده هحضر ولا مش هحضر؟ هحضر. هحضر قد ايه في السنه او هبرد قد ايه في السنه؟ من اول ان انا ممكن ما بردش خالص للاسنان لحد مينيمال بريب او التحضير البسيط خالص لحد ما اعمل فول كافريج او الكراون. انت عارف في مصطلح دلوقتي حاجه ظاهره في طب الاسنان اسمها كراونير. الكراونير هو الحاجه ماكس ما بين الكراون والفينير. يعني ايه فينير؟ فينيره بغطي السطح الخارجي بس، تمام، السطح الخارجي للسنه بس. الكراون ان انا اغطي السطح الخارجي والسطح الداخلي للسنه دي. طيب لو انا عايز اعمل فينير بس في نفس الوقت مش مديني ريتنشن كامل للسنه، مش مديني السنه مش هتبقى ماسكه جامد، بعمل حاجه وفي نفس الوقت مش عايز ابرد السنه كلها، بعمل حاجه اسمها كراونير، ان انا بخش للسطح ده ونص السطح ده ونص السطح ده، ما بغطوش كله. متخيل احنا بنحافظ مثلا على 3 4 مللي في السنه مهمين بالنسبه لي، انا محتاجهم. فوصل مصطلح الكراونير ده مهم قوي 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 قوي. طب ده حد يعرف يعمله؟ لازم دكتور تركيبات، ودكتور تركيبات شاطر قوي هو اللي يعمله، دكتور تجميل او دكتور تركيبات شاطر قوي عشان يقدر ياخد لك القرار ده. هنا بنسمي ايه؟ هنا بنقول ايه؟ كيس سيلكشن. كيس سيلكشن اختيار، فيما هو اختيار الحاله، اختيار الاوبشن المناسب للحاله المناسبه. طيب انا يا دكتور عايز اعمل فينيرز، انا يا دكتور عايز اعمل كراون، مين بيحدد؟ الدكتور. هتحدد على اساس ايه؟ انا عايز اقول لك ان ممكن عيان يروح للدكتور والدكتور للاسف يا اما حاجه من الاثنين، يا اما هينساق ورا المريض ان هي كيس مثلا محتاجه تعمل لها كراونز وهي والدكتور والمريض قافش ان هو يعمل فينيرز فيعمله فينيرز، او العكس يقول له لا انا عايز احضر سنه اعمل كراونز. دي حاجه. تاني حاجه ان الدكتور هو اللي يختار بس يختار غلط، ودي اوحش. طيب تعال نشوف كيس زي اللي قدامنا، حالة زي اللي هنعرضها. الحالة دي مفيش فصال ان هي لازم يتعمل لها كراونز، الحالة دي قدامها كذا خطة علاجية. هو ايه اللي حصل فيها الحالة دي؟ الحالة دي سنين لونها كده، دي مش اسنان، دي كلها جذور، مفيش غير السنتين اللي قدام. لو بتركز شوية تلاقي اللي فوق دول كلهم جذور خلاص، مفيش غير السنتين اللي قدام، الباقي ده كله اتكسر بقى الجذور. تسوس واهمال واكل وتطنيش ومش عايز اروح للدكتور لحد اما خلاص الكيس هوبليس.
فخلاص اروح للدكتور، صورنا اشعه مقطعيه، بدانا نعمل ديزاينز، لقينا ان الجذور دي فيها امل ان هي تعيش، بدانا نحط فيها دعامات ونبنيها من الاول، ما خلعناش الجذور دي وعملنا زراعه خليناهم محافظين عليهم عن توس كونزرفيشن. لما يكون فعلا ينفع نعمل توس كونزرفيشن، مش اي توس كونزرفيشن وخلاص، كل حاجه ليها عكسها. طيب الحاله دي بعد نفس الحاله اللي فاتت، الحاله اللي فوق هي هي الحاله اللي تحت. الجذور دي قدرنا نبنيها، قدرنا نحافظ عليها، قدرنا نعمل ديزاين كويس زي اللي كان باين قدامنا على الكمبيوتر، قدرنا ان احنا نطبقه له بشكل براكتيكال بشكل صح. هنا الكيس دي محتاجه ايه؟ كراونز صريحه ان الجذور فيها فيرلز او فيها جزء هيلث تو ستراكشر، جزء سليم من السنه، هنا على طول بنعمل كراونز. طبعا ما فيش، ما ينفعش فينيرز، فينيرز ايه والكلام فاضي، مش هينفع هنا خالص. كيس زي دي او حاله زي دي، فينير دي، دي فينيرز. طيب حضرتك قررت على اساس ايه؟ لقيت اسنان مرصوصة، سليمة مرصوصة إلى حد ما، مش مسوسة، بس لونها عضتها كويسة، نعمل فينيرز. لونها وحش وأطوالها مش متزبطة، هنا إيه؟ فينيرز صريحة. طيب ممكن نحط الحالة دي قبل وبعد لو نعرف. تمام، الحالة دي كده قبل وبعد، شكلها حلو، شكلها حلو، أسنان أزبط الأسنان اتزبطت، الأطوال اتزبطت، اللثة اترسمت من الأول بليزر، كل دي خدت وقت قد إيه؟ هي جلسة. تمام. طيب ممكن نجيب الحالة اللي بعديها، الحالة اللي بعديها دي ايه؟ دي ممكن تمشي جزء منها فينير وجزء كراون. برافو ما شاء الله حرك خلاص انت اتخبيت على فكره دي اي حد يشوف لي فينير عشان الاسنان موجوده، وخلاص بقى كونسبت ان الاسنان موجوده في حتت معينه مش هتمشي فينير. صح. طب ليه حضرتك قلتها بالاكسبيرينس؟ تعالوا نقولها بشكل طبي شويه. ثرو اند ثرو كاريز. يعني ايه ثرو اند ثرو؟ يعني فيها تسوس ما بين الاسنان. السنه شكلها سليم والسنه فيها جزء كبير قوي هيلثي او سليم، بس في تسوس ما بين، انا عايز اقولها بطريقه مبسطه شويه، في تسوس ما بين السنتين اللي في النص دول وما بين السنتين دول. طيب ايه الفينير؟ الفينير ان انا بحضر مارجنز او بحضر حاجه اسمها وينجز، جناحين على طرفين السنه، وبسيت عليهم او بقعد عليهم الفينير. طيب انا لو شلت التسوس ده وحطيت مكانه حشو وبعدين جيت اعمل فينير، حضرت سنه عشان اعمل فينير، الفينير ما يقفش على حشو، مارجنز او طرف الفينير ما يقفش على حشو، يقف على سنه سليمه، يقف على هيلث تو ستراكشر. يقول لك لو اقل من 70% من مينه الاسنان مش موجوده ما ينفعش فينير. للاسف المعلومه اللي انا قلتها دي مش هقول لك بيشنس كده كده بيشنس، مش عارفه دكاتره كتير ما تعرفوش. لو ما فيش 70% من الانامل او اللي هو مينا بتاعت البيشن سليمه، ما مش هينفع ان احط نوت انديكيتد فور فينيرز، ما ينفعهاش فينيرز اصلا. الكيس دي لازم تعمل لها فولك افريج او اللي هو كراونز يعني. تمام. الترابيش او كراونز. طيب الحاله بقى اللي فاتت دي اللي هي اللي احنا حطينا دلوقتي قبل وبعد دي، اللي حضرتك قلت اجابتها صح، هي اسنان منها فيها ثرو اند ثرو كاريز او التسوس اللي هو معدي في النص في خط المنتصف، ما ينفعهاش فينير، وفي اسنان تانية ينفعها فينيرز بعد ما شلنا التسوس اللي في الاسنان ده، لقينا لا انا لسه عندي هيلث تو ستراكشرز ينفع مارجنز او طرف الفينير يقف عليه، فهنا نعمل فينير او القشره التجميليه. طيب الحاله اللي بقى اللي زي دي كده اللي شايف الصوره اللي تحت، هل انا يفرق بالنسبه لي كراون من فينير في الفاينل؟ لا طبعا، في المنظر الاخير ايه في الفاينل؟ ولا اعرف اميز، ولا هتعرف تميز، ولا المريض نفسه يعرف يميز الا لو فتح بقه قلب المرايه او يعني هو حس بايده، لكن في منظر وانت بتضحك، منظر وانت بتتكلم، مستحيل تعرف. هنا ايه؟ توس كونزرفيشن، حافظت على الاسنان اللي اقدر احافظ عليها بس ما ضرتش المريض، وسمعت كلامه وعملت له فينير في سنه ما ينفعش يتعمل فيها فينير. كل ده تحت بند واحد بس جوه التركيبات، وهو التحضير. تمام. طيب حضرت الاسنان، انا لسه ما عملناش حاجه، نرجع تاني بقى من الاول. حضرنا الاسنان، هعمل ايه بعد ما احضر الاسنان؟ هناخد مقاسات. هناخد مقاسات ازاي؟ يا كونفنشنال يا ديجيتال. ديجيتال فيما يسمى بالسرك او الكات كام، مقاسات اللي هي خلاص انا حضرت رقميه مقاسات. هاخد مقاس ده بطريقه يا اما ديجيتال بالكمبيوتر، يا اما باخده بالطريقه التقليديه اللي هي العجينه دي او البتاع دي. لو خدته ديجيتال ايه مشكلته؟ لو خدته سرك، حتى السرك ليه مشاكل في المقاسات؟ في مشاكل في المقاسات. ايه مشكلته؟ لو انا ما بعرفش اصور بالسرك صح، الصوره مش هتطلع دقيقه جدا، او مش هبين وانا بصور نفسه، ما اي حد ممكن يخش يصور تن 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 يخش نصور، بعد كده لما اجي اشتغل بقى على التصوير اللي انا صورته ده، لو انا مش مبين المارجنز بتاعت الكراون اللي انا هرسمها، الكمبيوتر هيترجمها لي هو بطريقته. السرك اللي انا جايبه ده عشان افيد المريض بتاعه هيضره.
لان انا هيرسم لي هو مارجنز بمزاجه، هيتخيل هو اللي انا ما عرفتش اصوره من السن ده هو هيتخيله، ولو التخيل ده طلع غلط انا طلع كراونز بتاعي مش بريسايز، مش اكيوريت، مش دقيقه. فانت السارق في حد ذاته ده لو انت مش متمكن منه هيطلع لك نتائج غلط. ليه؟ عشان كده دايما بقول لك ايه، الدكتور قبل الجهاز قبل الاله، ولا الاله لوحدها تنفع، ولا الدكتور ماشين دي زمان بيهايند ماشين، ولا مان بيهايند ماشين ده لوحده لو هو اشطر واحد في الدنيا ومش معاه الماشين دي مش هيعرف برضو يطلع النتيجه دي. ليه؟ لان المان بيهايند ماشين ده او الراجل اللي قاعد خلف المكنه ده هو ده اللي هيشتغل، لو مش عنده المكنه دي هيشتغل كونفنشنال بالطريقه الثانيه او هيشتغل بالطريقه التقليديه اللي هي ايه، لو اخد مقاسات بالعجينه اللي الناس كلها عارفاها دي وباخد اخد المقاس فوق المريض بازعاجها بقرفها بالكلام ده كله. طب غير ازعاجها وقرفها، طبيا بقى سيبك خلاص المريض تقبلها، انت كدكتور بقى طبيا فين مشاكلنا؟ مشاكلنا في كذا حاجه. اولا نوع اختيار نوع الماتيريال اللي انا مختاره عشان اخد بيها المقاس دي، هل هي بتطلع فعلا التفاصيل ولا لا؟ دي حاجه. هل هي ينفع يتخذ بيها النوع الماتيريال دي، ينفع يتخذ بيها نوع التحضير اللي انا عامله؟ ما كل نوع تحضير او كل نوع تركيبه لازم بيتخذ له مقاسات بعجينه مختلفه، ماشي؟ طب خدتها، للاسف دكاتره كتير ما بتعرفش تقرا المقاس ده، لما بتطلعه من بق المريض وتبص فيه كده ما بتعرفش تقراه، فيبعته المعمل، فالمعمل يرجعه لي يقول لي معلش عيد لي المقاس. عيب قوي لما ابقى انا دكتور والمعمل يرجع لي المقاس يقول لي عيده لي، واجيب المريض بتاعي تاني عشان اعيد له مقاس عشان واحد تكنيشن قال لي عيد لي المقاس، تمام؟ دي اول خطوه. طب لو اشتغلنا على المقاس الوحش اللي اتاخد غلط ده يعمل لي ايه؟ يعمل لي الحاله اللي قدامنا على الشاشه دي، يطلع لي كراونز اوبن مارجن، يطلع لي كراونز شورت مارجنز، يطلع لي كراونز الكونتاكتس بتاعتها وحشه. يعني ايه اوبن مارجن؟ يعني الكراونز او التركيبات بتاعتنا مفتحه من على الاسنان. وخد بالك من كلمه مفتحه دي، هي حاجه انت مش هتشوفها بعينك كدكتور ومش هيشوفها بعينه كمريض. ليه؟ لان هي بتبقى مفتحه مايكرونز. المايكرونز دي حاجه دقيقه جدا جدا جدا، وحده قياس دقيقه جدا 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 جدا. مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان هي لما تفتح التفتيحه دي تدخل لعاب أكل. تدخل اكل، بواقي اكل دقيقه جدا، عامله شيلفنج، عامله زي رف شفه او رف كده زي ما بيقولوا، بس مايكرون يعني، بس كافي لانه يعمل ما انا بدخل لعاب ماده ليكويد، ماده سائله، بتدخل بكتيريا، حاجه اصلا انت مش بتشوفها بعينك، اللي هو البكتيريا دي اوريدي عشان تبقى فاهم مش بكتيريا من بره، خلاص مش هو البكتيريا دي جوه بقنا اصلا، احنا عايشين بيها، تمام؟ بكتيريا هي بكتيريا صحيه، بس لما بتخش على الاسنان بالشكل ده بتبوظ الدنيا، او لما يبقى بتخش بكميات معينه بتبوظ الدنيا، بس هي بكتيريا اصلا جوه بقنا، تمام؟ اللعاب بتاعنا العادي ده فيه بكتيريا هيخش جوه بواقي الاكل كذا 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 كذا، يطلع لي منظر معلش. ممكن نجيب الحاله دي من الاول؟ الحاله دي لو بصيت على التركيبات قبل هتلاقيها كده، تمام؟ فكنا التركيبه القديمه دي، تمام؟ ده منظر الاسنان تحت التركيبه لما تبقى اوبن مارجن، لما لو اتخذ لها مقاس غلط. انت متخيل لو انا خدت مقاس غلط وسلمت تركيبه بعد 3 سنين ده بيبقى شكل الاسنان تحتيها التكلي باظت. الاسنان باظت. من حكمه ربنا او من حظ البيشنت دي ان هي كان لسه فيها جزء سليم، قدرنا نبنيه من الاول وقدرنا نعيد التركيبات وقدرنا نعمل مقاسات صح تعمل تركيبات هيلثي اكتر. انا دلوقتي مش جاي اكلمك النهارده في شكل، سيبك يعني سيبك من الشكل اصلا مختلف تماما والبيشنت كانت طايره بيه او المريضه كانت طايره بيه، انا جاي اكلمك في تفاصيل طبيه اكتر. لا، ان هي مش شكلها حلو بس، دي مقفله كويس على الاسنان وهتحمي الاسنان اللي تحتيها، لان حتى لو انت راضيه عن شكل التركيبات اللي فوق دي فهي طبيا غلط، هتبوظ لك اسنانك واسنانك هتقع والتركيبه هتقع وهتيجي برده، تمام كده؟ احنا اعراض كتير هتتحسن، ريحه الفم هتتحسن، التهابات اللثه اكيد هتختفي، كل حاجات اللي انا بحكي عليها دي اضرار بشعه. فاكر لما اتكلمنا في حلقه اللثه ان اللثه نفسها ممكن اصلا يبقى رد فعلها عنيف جدا لتركيبات زي دي. تركيبات زي ايه؟ اللزق، السمنتيشن. انا بكلمك في تفاصيل النهارده، عارف ان هي دقيقه جدا بس انت مش متخيل مهمه ازاي. لزق التركيبه حتى لو هي شكلها حلو قوي 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 قوي، يعني لو بصيت جايب لك صوره، لو بصيت على الحاله اللي فوق دي، دي التركيبات سيبك ممكن يبقى لونها عجب المريض، عينيها ما كانتش عجباني، بس تخيل معايا ان هي لونها عجب المريض، تمام؟ شايف اللثه فوقيها ملتهبه ازاي؟ ايه اللي يعمل التهاب كده في اللثه؟ ما اكيد في اللي احنا بنحكي عليه ده في رؤات ومتجميعه اكل ولا ايه؟ لا، التركيبات مقفله كويس قوي على الاسنان. عارف ايه اللي يعمل حاجه زي كده؟ لزق زياده. شفت حاجه دقيقه ازاي؟ بواقي لزق اللي انا بلزق بيه كراونز ده، الدكتور ما نضفش كويس او ما خدش باله ان في بواقي اكسس سمنت، لزق زياده مع على فترات بيرتيت، يعمل اريتيشن او التهابات
للاسى يطلع لي منظر اللاسى كده. هي جايه والله انا منظر التركيبات هي مش حلوه، بس يعني هي مرضيه بالنسبه للمريضه الى حد ما، بس انا اللاسى بتاعتي عامله لي كده. للاسف كان لازم ده يتعاد، كان لازم اللاسى تتعالج بليزر، كان لازم نهدي الالتهابات دي ونعيد التركيبات بشكل محترم يبان بالشكل ده. كل ده او مشاكل كتير قوي ممكن تظهر لك بسبب حاجه بسيطه خالص زي لزق، زي مقاس متاخد غلط. شايف في كام تفصيله جوه وانا بس بعمل تركيبه، كام تفصيله قدامي لازم اخد بالي منها، مجرد لزق بسيط ممكن يعمل لي الشكل ده. اقول لك حاجه اوحش من كل ده، انا ممكن اعمل كل ده صح واغلط في حاجه واحده بس، ماتيريال سيلكشن، اختيار الخامه اللي اعمل منها اللي هو زيركون ولا ايماكس ولا صح كده؟ زيركون وايماكس. للاسف هو الناس حصر نفسها في الزيركون والايماكس. يا جماعه التركيبات دي حاجات كتير قوي جدا جدا للاسف، عشان هو المعامل في مصر والفكر عندنا هنا في مصر خلاص بينحصر للحاجتين ثلاثه، التركيبات وورلد وايد او عالميا ما بتنحصرش في الزيركونيا والايماكس، في حاجات احسن وفي حاجات احدث، او حتى لو مش احدث في حاجه اسمها اللي هرجع اقولها لك الكيس سيلكشن، هو اختيار الخامه المناسبه لحالتك. انت ممكن لو انت رايح لدكتور تعمل عنده كراونز هيعملها لك مثلا زيركونيا وانا يعملها لي اي ماكس، والراجل ده يعملها له فيلز باثيك، والراجل ده يعملها له مش عارف ايه، والراجل ده يعمل امبرس، والراجل في مليون نوع لو قعدت اكلمك عليهم كتير على دكتور يعني ممكن، وكل حاجه هتلمني في الاخر تحت بند الكيس سيلكشن او اختيار المريض المناسب حسب عضتك. يعني كل الحاجات دي الاي ماكس والزيركونيا والحاجات دي كلها بتتقاس بوحده قياس الميجا باسكال مثلا، اللي هو يقول لك مثلا الزيركونيا قوه تحملها 1100 ميجا باسكال ماشي، الاي ماكس مثلا 370 تمام. طب هل انا محتاج كل فرق القوه ده؟ محتاجه في اماكن معينه في اسنانك، يعني لو بعمل لك بريدج ورا مثلا او تركيبه ورا على ضرسك الخلفيه انا لازم تبقى زيركونيا تمام. طب لو بعمل لك عشان قوه المضغ نفسها، لكن هل نفس قوه المضغ بتنزل على الاسنان الاماميه؟ يقول لي لا، فاخد حاجه شكلها احلى شويه جماليا اللي هي الاي ماكس. طيب انا عايز اعمل، طب الاي ماكس ده انا محدود فيه عشان ما بقدرش اعمل منه بريدجات او كوبري او لونج سبان، حاجه طويله شويه كوبري، او حتى لو هو ينفع كوبري بس ما ينفعش فيه ال 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 الكوبري اللي بيشنت مثلا بيجز، عيان بيجز او عيان قوه المضغ عنده قويه جدا ما ينفعش ان احنا نعمل له اي ماكس، وفي نفس الوقت الزيركونيا شكلها مش احلى حاجه. طب اعمل ايه؟ في حاجه تانية خالص ممكن الناس كده ما تتكلمش عليها، الزيركو ماكس. في حاجه اسمها زيركو ماكس اللي هو مزيج ما بين الزيركونيا والاي ماكس صح. الزيركونيا والاي ماكس ان انا بخلي فريم نفسه ده زيركونيا وبلاير من بره، او بخلي الطبقه الخارجيه من التركيبه دي من ماده الاي ماكس، باخد ميزه الاثنين بالظبط. انا خدت السترانس او القوه بتاعه الزيركونيا واخدت الشكل الجمالي بتاع الاي ماكس. حاله زي اللي قدامنا دي، حاله زي اللي قدامنا دي ستريت فورورد، عضه البيشنت كويسه، البيشنت مش بتشتكي من جز، البيشنت مضايقها شكل اسنانها، اطوال اسنانها، في بعض التسوسات في الاسنان، بعض الالتهابات البسيطه، هنا اي ماكس از مور ذان انف، هو الاي ماكس هنا كافي جدا 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 ان انا اعمل له تركيبات. ليه؟ هيبان لي التفاصيل اللي شايف حضرتك على السكرين دي. الله الشفافيه دي بقى. الحاجات بقى اللي احنا بقى دي اي نعم انا مش جاي النهارده، انا عارف انك بتحبها بس انا مش جاي النهارده اتكلم عليها بالتفصيل، اتكلمنا عليها كتير، انا جاي اتكلم عن حاجات طبيه اكتر، بس هي التفاصيل دي الشفافيه اللي في الاسنان، التعاريج اللي في الاسنان، هاو تو بي ناتشرال، ازاي تبقى طبيعي لدرجه ان محدش، لو انت مش عايز حد يعرف انك عامل حاجه في اسنانك من حقك ان انت تعمل تجميل لاسنانك ومحدش يعرف انك عامل حاجه لاسنانك خالص. كل حاجه من تخصصات طب الاسنان هي ليها ليها اسبابها وليها تفاصيلها الصغيره جدا 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 اللي تعمل لي فشل في العمليه اللي بعملها دي، سواء هي تركيبات او حشوات او حشو عصب او 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 او, أو. الحوار معك نقلته انت نقله تانية خالص، زي ما انت قلت كده مش الشكل ولا قبل وبعد بقى. لا لا ده احنا دخلنا في عقر دار الطب الخاص بطب الاسنان وبدانا ندور وننبش في كل تفصيل دقيقة جدا قد
كانت تغفل مش على المرضى بس، على شباب الأطباء. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال الأستاذ الدكتور محمود حشمت، صاحب زمالة تجميل الأسنان من جامعة مانشستر وعضو جمعية الألمانية لزراعة الأسنان والجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان. نورت الناس الحلوة. مرسي يا دكتور. وأبدعت. مرسي، ربنا يخليك. خليكم مع الناس الحلوة. كيف تؤثر الدوالي على خصوبة الرجل؟ إمتى أعمل عملية الدوالي لشخص عنده تأخر إنجاب؟ وضع في اعتباري انه سن الزوجه، ما هو هنا بقى الموضوع تاخر انجاب ده بتبقى معادله صعبه مهمه جدا وتركيبه يتسابق الزمن مع الرغبه الطبيه. لا انا لازم امشي في برنامج علاجي ان انا اضبط الهرمونات وابدا اعمل دفعه للحيوانات المنويه بعد العمليه 3 شهور 6 شهور، فلو انا ما مشيتش في الطريق ده انا ضيعت 50% من العمليه. هل كما نسمع ان واحد من كل 4 واحد من كل 5 ممكن يكون عنده دوالي؟ الدوالي دي من أكتر أسباب تأخر الحمل وأكتر أسباب ضعف الخصوبة عند الرجال، يمكن بتشكل حوالي 30% من الناس اللي هم بيتأخر الإنجاب عندهم، يعني ما بين كل 100 واحد عنده مشكلة في الإنجاب 30% فيهم دوالي. من هو المسؤول عن اكتشاف حجم العضو الذكري الحقيقي للطفل؟ دور الطبيب ودور الام دور محوري ومهم جدا. كان في حالات ما كانش ليها اي امل خالص لا بالعلاج ولا بالجراحه، فكنا بنقف. ممكن الراجل ما يبقاش عنده حيوانات منويه خالص ونعمل حقن مجهري ويخلف. ده اللي خلانا دلوقتي ما نقولش عقم، بقينا نقول تاخر انجاب. دلوقتي واحد اتجوز، فتح بيت، ظلم مراته، دخل في مشكلة كبيرة قوي عشان محدش شخصه بدري ومحدش لحقه بدري. الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة والأمراض التناسلية بكلية الطب جامعة أسيوط، استشاري أمراض الذكورة والحقن المجهري مركز خصوبة. الخصيوم مرض شائع ممكن يحصل لحوالي 15% من الرجال بشكل عام. بعض الرجال ممكن يعدي وقت وهم مش عارفين ان عندهم المشكلة دي، بيكتشفوها كأحد مسببات العقم، لأن مرض دوالي الخصيوم ممكن يسبب عقم بنسبة تتراوح بين 19-40%. بعض الرجالة بيكتشف إصابته بدوالي الخصيوم مع الألم المصاحب للحكة، وخصوصاً لما يروح الألم ده مع الاستلقاء على الظهر، أو لما يحس بتقل في الخصية خصوصاً مع الوقوف الطويل والمجهود المستمر لفترات طويلة. وجود دوالي الخصية طبعاً بيضعف إنتاج الحيوانات المنوية، لكن تشخيصها سهل على الطبيب المختص وعلاجها ضروري جداً للتخلص من الألم وحالات تأخر الإنجاب. اهلا بكم. واحد من اهم المواضيع في عالم الذكوره لانه واسع الانتشار، بيبرز قريتها نسب كبيره، يمكن هتاكد من ضيفي العزيز النهارده الى انهي درجه وصل انتشار الدوالي. هل كما نسمع ان واحد من كل 4 واحد من كل 5 ممكن يكون عنده دوالي؟ طب امتى؟ في اسئله كتيره طبعا. هو طبعا ناس كتير بتسالني دايما، هو ليه فلان عنده دوالي عندما يكون مصاب؟ هل تلعب مثلا الانظمه الغذائيه الخاطئه دور؟ هل الموضوع مرتبط بالورثه؟ وطبعا الدوالي في كل مكان هو عبء في صمام يمنع ارتجاع الدم. الصمام الموجود في الوريد المفروض انه معمول، ربنا سبحانه وتعالى خلقه في اي وريد عشان الدم يروح في اتجاه وما يرجعش تاني. الصمام ده لو حصل فيه عيب ده عيب غامض بين قوسين، قد يكون جيني، العوامل الجينيه، الوراثه، لكن في عوامل تلعب في الموضوع دور. يعني لما نشوف الدوالي بتاعه الساقين او الدوالي بتاعه الخصيتين هلا نفس الميكانيزم، لكن الادوار بقى بتاعه ارتفاع درجات الحراره، النظام الغذائي الخاطئ، الوقوف الكتير، الضغوط اللي هو الاستريس، يعني اللي انا بشيل احمال كبيره، هل دي عوامل فقط ولا في عوامل اخرى؟ ثم يبقى الأسئلة المهمة، كيف تؤثر الدوالي على خصوبة الرجل؟ التوقيت الخاص بالتدخل
متى اتدخل ومتى يكون العلاج طبي؟ هل كل مريض عنده والي هيتعمل له جراحه؟ هي الاجابه لا بالتاكيد، بس مين ومين؟ هنحط الكاتيجورايزيشن بتاع ده فين وده فين؟ امتى اعمل عمليه الدوالي لشخص عنده تاخر انجاب؟ وضع في اعتباري انه سن الزوجه، ما هو هنا بقى الموضوع تاخر انجاب ده بتبقى معادله صعبه مهمه جدا وتركيبه يتسابق الزمن مع الرغبه الطبيه. يعني ممكن جدا الزوجه فاضل لها كام شهر وتدخل في المينوبوز في سن الياس، ما ينفعش بقى ساعتها اعمل ولا ينفع وفي نفس الوقت الجا للحقن المجهري؟ اسئله كتيره جدا في موضوع في غايه الاهميه، ولذلك النهارده انا سعيد جدا بوجود ضيفي من اصحاب العيار الثقيل ومن اصحاب القامات العلميه الكبيره، واحد من ميجا ستارز عالم الذكوره. النهارده هنجاوب جميع هذه الاسئله في واحده من اهم حلقاتنا مع واحد من اهم ضيوفنا، ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكوره والتناسب بكليه الطب، استشاري امراض الذكوره والمؤسس لرئيس مجلس اداره مراكز خصوبه الاسم الكبير. اهلا بك دكتور عماد الدين. اهلا دكتور عماد، واهلا بالساده المشاهدين جميعا. منورنا وسعيد جدا بالموضوع وسعيد بوجودك طبعا. انا بسعد بوجودي مع حضرتك دايما. الموضوع لانه موضوع شائك فيه خناقه، وانت افضل من يفك هذا الحوار او هذه الخناقه حول الدوالي، وخصوصا الدوالي بترتبط في كثير من الاحيان بتاخر الانجاب عند الذكور. اكيد. نشرح بس للناس ما معنى الدوالي الخصيتين. زي ما حضرتك، موضوع الدوالي ده موضوع شائك، وعلى قد ما هو موضوع مهم في الخصوبه، لكن موضوع فيه ديبيت واختلافات كتيره بين الناس، وامتى نعمل وامتى ما نعملش، فده موضوع مهم جدا. موضوع الدوالي يعني دوالي الخصيتين ده عباره عن ارتجاع للدم الفاسد المفروض اللي هو غير مؤكسد اللي بيطلع من الخصيتين في اتجاه الدوره الدمويه عشان يحصل له نوع من انواع الاكسده ويرجع تاني. ربنا خلق في الصمامات زي ما حضرتك ذكرت اللي هي صمامات الاورده، سواء في الرجلين او في الخصيتين او في الاماكن اللي بتمشي عكس الجاذبيه الارضيه، ان الدم ده الغير مؤكسد يطلع وممنوع انه يرجع تاني، صمامات تقفل عليه وما يرجعش تاني، لانه ده دم لو رجع هيعمل لنا مشاكل، لانه بالبلدي كده ده صرف. دم مش نظيف، دم غير مؤكسد معبأ بالشوائب. فالدوالي هي تراكم دم فاسد غير مؤكسد في الخصيتين وعدم مروره بالشكل الطبيعي في الدورة الدموية. ده باختصار الدوالي. كيف تؤثر الدوالي على الحيويات المنوية، على خصوبة الرجل؟ الدوالي يمكن كان الاهتمام بيها زمان ان هي بس بتعمل وجع والناس بتهتم بيها، لكن طبعا بدأت الأبحاث على الدوالي ان الدوالي دي من أكتر أسباب تأخر الحمل وأكتر أسباب ضعف الخصوبة عند الرجال. يمكن بتشكل حوالي 30% من الناس اللي هم بيتأخر الإنجاب عندهم، يعني ما بين كل 100 واحد عنده مشكلة في الإنجاب 30% فيهم دوالي. والتأخر السنوي يعني الناس اللي هم خلفوا مرة مرتين وتأخروا 60% منهم دوالي. عشان ما نقولش أنا خلفت مرة إزاي يا دكتور أنا عندي دوالي، أنت ممكن تخلف مرة، لكن مع تطور الوقت الدوالي بتضغط أكتر والخصية بتضعف أكتر، احتمالية الخصوبة بتاعتك بتقل، فطبعا الدوالي بتأثر بشكل كبير جدا. موضوع الدوالي زي ما ذكرت حضرتك برضو في المقدمة هو انتشارها كبير، هو انتشارها كبير، هو زي ما حضرتك ذكرت هي ما بين 1 إلى 5، 20% بالظبط، 20% من الشباب عندهم دوالي مختلفة، دوالي ناحية واحدة، دوالي ناحيتين، درجة أولى، درجة تانية، درجة ثالثة، لكن ما بين كل 5 من الشباب عندنا واحد عنده دوالي. الحاجة المهمة بقى اللي احنا ما نعرفهاش واللي احنا ممكن تتوه عننا، الدوالي بتبدأ في سن 12 سنة. صغير. يعني أنا ممكن الطفل ده أول بس ما يعدل 12 سنة تبدأ تبان الأوردة فيه، وإحنا بنشوف أطفال كده، وعشان كده بيسموها أدوليسنت فاريكوسيل أو دوالي المراهقة، إن الدوالي بتبدأ بدري في الأطفال دول، ودي خطيرة جدا. ليه؟ لأنها زي ما بتبدأ بدري زي ما بتأثر بدري. بتأثر بدري على حجم الخصية، إنها تخلي الخصية ما تنموش بالشكل الجيد، لأن هي دوالي مستمرة وفي ضغط على الخصية، وبالتالي مش هيحصل نمو. موضوع الدوالي دي تأثيرها على الحيوانات المنوية كبير جدا، لأن هي إحنا بالظبط دورة دموية، في دم بيتراكم، يبقى إذن الحرارة هترتفع في المكان ده. الحرارة بتاعت الدم وبتاعت الجسم 37 درجة، الحرارة بتاعت الخصية اللي بتشتغل فيها اللي جواها من جوه اللي في الأنابيب المنوية اللي بتكون الحيوانات المنوية 34 درجة. إذن عندنا فرق 3 درجات في الحرارة، عشان كده الخصية وجدت في مكان خارج البطن عشان
تحفظ هذه الحرارة الفرق اللي فيها. وجود دم غير مؤكسد متراكم حوالين الخصية هيرفع الحرارة دي، وبالتالي هيأثر على إنتاج الحيوانات المنوية. أكتر حاجتين هيتأثروا اللي هو حركة الحيوانات المنوية وزيادة نسبة التشوهات، دي أكتر مشكلتين. الحاجة التانية تراكم الدم اللي هو غير مؤكسد ده معناها ارتجاع لبعض الشوائب اللي فيه اللي موجودة اللي هي هتأثر برضو على الحيوانات المنوية. برضو الضغط اللي بتعمله الدوالي على الدورة الدموية في الخصية بتسبب من نوع من أنواع أن الدم الشرياني نفسه بيبقى ضعيف، ما بيعرفش يمر ويغذي الخصية بشكل كويس. وكل النظريات دي الأبحاث اتعملت فيها واكتشفنا أن دي كل دي نظريات تؤثر على قدرة الإنجاب أو قدرة الحيوانات المنوية، وبالتالي الدوالي أكتر سبب للحيوانات المنوية اللي هو ممكن يعمل لنا مشكلة في الحيوانات المنوية. فالدوالي سبب مهم جداً لازم نشخصه ولازم نشوفه، ولحسن الحظ من أحسن وأفضل الأسباب اللي بتدي نتائج في تأخر الإنجاب عند الرجال، بشرط أن احنا نشخصه صح ونختار العملية صح ونختار التوقيت بتاعة العملية صح. التشخيص ليس فقط أن أنا أقول أن المريض ده عنده دوالي أم لا، ولكن التشخيص يتضمن أيضا الدرجة، يعني الدوالي دي في أنهي درجة بالضبط. زي ما حضرتك ذكرت الدوالي احنا عندنا 3 درجات من الدوالي، درجة 1 ودرجة 2 ودرجة 3. الدرجة الأولى هي دوالي خفيفة، درجة 2 دوالي متوسطة، درجة 3 هي دوالي كبيرة. دايما احنا بنتعرض للعمليات في درجة 2 ودرجة 3، يعني الدوالي رقم 2 والدوالي رقم 3. وبرضو مش في كل الحالات زي ما حضرتك ذكرت، أنا ممكن يبقى عندي درجة 3 وما عملهاش. إمتى ما عملهاش؟ لو أنا عندي مشكلة تانية أكبر من الدوالي، حد عنده ضعف في الخصية، نمور، مشاكل في الكروموزومات زي كلاينفيلتر سندروم والحاجات دي، مشاكل تانية كبيرة مخليها الخصية ضمرة وصغيرة فيها دوالي، مش هيستفيد يا ما عمله الدوالي، هضيع وقت وهضيع تكلفة بدون فايدة. الحاجة التانية برضو الدوالي ياما تيجي وأنا عندي سن الزوجة متقدم جدا، ما أقدرش أستنى، ما أقدرش أعمل عملية وأقعد أتابعها سنة سنتين على لغاية ما الحيوانات تتحسن، تكون الزوجة عدت السن بتاع التبويض وبعد كده مش هنلاقي بويضات نعمل حتى حقن مجهري. الحاجة التانية إن أنا برضو لو أنا عندي دوالي وإحنا لسه في بداية التأخر الإنجاب، بمعنى زوجين يعني لسه يا دوب 5-6 شهور زواج وعندي دوالي درجة 2، أوكي نستنى شوية وندي ترايل برضو للعلاج ونشوف الدنيا أخبارها إيه. لو الدنيا مشيت أوكي، ما مشيتش يبقى نعمل الدوالي. فإذا أنا في الدوالي دي يعني ناخد القرارات، ممكن نعمل بسرعة، ممكن نعمل بس نستنى شوية وما فيش عجلة في الموضوع، ما نعملش. التلات احتمالات دول ما لهمش احتمال رابع. نعمل سريعا لو أنا شايف إن الدوالي دي هي السبب الرئيسي، ما عنديش مشاكل تانية، عشان ما حدش يجي يقول لك يا دكتور إحنا سمعنا الدوالي، في ناس عملوها وتحليلهم قل أو ما خلفوش بعد كده. أنا بقول إن هي السبب الوحيد، ما عندناش مشاكل تانية، لأن لو عندي مشاكل تانية غالبا هعمل العملية ومش هستفاد منها، لأن ما زالت المشاكل التانية موجودة وقد تكون مشاكل أكبر من الدوالي. فإذا لو الدوالي هي السبب الرئيسي وفي تعطيل للحمل لفترة كافية سنة سنتين ثلاثة، خلو الزوجة من أي أسباب تؤثر أو تؤخر الحمل عندها، خلاص الزوجة سليمة، أنا متأخر وما عنديش سبب تاني والدوالي تحت إيدي، يبقى أفكر بعيد ليه؟ من الذكاء أن أنا لازم أتعامل مع هذا السبب وبسرعة. طيب الحاجة التانية أن أنا ممكن أعمل العملية بس أدي فرصة شوية، زي ما ذكرنا ان احنا عندنا دوالي والزوجة لسه بتتعالج عندها بعض المشاكل في التبويض، تكيسات، ولسه ما زالت تحت العلاج، لا ممكن استنى، لان انا حتى لو عملت العملية دلوقتي ما هي الزوجة عندها مشاكل فمش هيحصل حمل، لا ادي فرصة ان هي تظبط امورها وبعدين نعمل العملية. او ان انا لسه واحد متجوز بقاله شهر شهرين واكتشفت ان عنده دوالي، انا ممكن اديله فرصة استنى شوية، خصوصا ده يعني متجوز جديد فانا مش هشغله بموضوع الدوالي ونعمل عملية وادخله في ضغط نفسي بدري، فأنا ممكن أستنى. الاحتمال الثالث إن أنا ما أعملش وممنوع إن أنا أعمل دوالي صغيرة ملهاش أي قيمة، دوالي مرتجعة رجعت مرة تانية بسيطة، لأن تكرار عمليات الدوالي على الخصية يمكن يعمل لي مضاعفات أكتر ما يفيد. فلو هي دوالي مرتجعة بسيطة ملهاش أي قيمة خالص، مش هتأثر عليا. في مشاكل تانية عند الشخص ده أكتر من الدوالي، عيوب في الكروموزومات، انسداد في القنوات المنوية، مشاكل في الأعصاب، مشاكل في الانتصاب، عنده مشكلة تمنع الحمل تانية غير الدوالي، يبقى أنا الدوالي دي ملهاش قيمة أو معايا، لازم أفكر في المشكلة الأكبر. دور الميكروسكوب هذا
إنجاز الهام جدا في إجراء العملية. ده الجديد في موضوع الدوالي. يمكن الدوالي أو الجراحات أو العمليات بتاعتها اتطورت ومشيت بمراحل كتير قوي، بداية من الدوالي الجراحية إن احنا نعمل الجراحة العادية خالص، تمام، ودي كانت مشاكلها إن احنا دايما الجراحة دي بتبقى يعني الجرح بتاعها كان كبير شوية، ودايما بتتعمل بالعين المجردة، فده بيدينا فرصة أو بيقلل إن احنا نركز ونشوف الشعيرات الدموية كويس، الحبل المنوي، الشعيرات الليمفاوية، فما بنشوفش الكلام ده. فطبعا محتاجة الموضوع خبرة عالية عشان ما يحصلش مضاعفات. اللي بعد كده اللي ظهر في الفترات اللي بعد كده المناظير الجراحية. المناظير الجراحية ميزتها انها كانت بتعمل جرح صغير، اول مريض يعمل عملية ويمشي على طول، لكن مشكلتها ان ارتجاع الدوالي فيها كان نسبته عالية، يمكن عدى حوالي 10-15%. بعد كده الحاجات اللي هي ان احنا نعمل العملية الدوالي بالقسطرة او ان احنا نحقن حاجات معينة، فبتسد الحيوانات المنوية وبتسد الأوردة اللي هي راجعة الخصية وبالتالي تمنع الدوالي. دي مشكلتها انها طبعا ان انا بحقن حاجات بسد بعض الشعيرات او الأوردة، في أوردة تانية كتير متشعبة ما بعرفش اسدها، وبالتالي نسبة رجوع الدوالي كتيرة. وصلنا في الآخر ان احنا نعمل دوالي جراحية بدقة عالية بجرح صغير، اشوف كل حاجة فيها واشوف الميكروسكوب وابص على الشعيرات واعملها بدقة، فمشينا في الجراحة الميكروسكوبية للدوالي. فدي كانت آخر يعني حاجة اتعملت وأحدث حاجة اتعملت، ويمكن نتائجها كانت في السائل المنوي وتحسنه كانت ممتازة جدا بالمقارنة للطرق الأخرى لعمليات الدوالي. المتابعة لها قيمة مهمة بالنسبة للمريض الدوالي. طبعا الدوالي المتابعة هي نص العلاج. بمعنى في ناس كتير بيعملوا الدوالي، ممكن جراح الذكورة المتخصص، ممكن جراح مسالك بولية، ممكن الجراح العام بيعمل الدوالي، لكن مين يقدر يفهم ما بعد عملية الدوالي انه يكمل المرحلة ويمشي الطريق وشوف؟ لان احنا عملنا الدوالي وسيبنا المريض، ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. لان لازم امشي في برنامج علاجي ان انا اضبط الهرمونات وابدأ اعمل دفع للحيوانات المنوية بعد العملية 3-6 شهور لغاية ما الامور تتزبط، وعيني على التحاليل وعيني على كل حاجة اقدر اضبطها. فلو أنا ما مشيتش في الطريق ده أنا ضيعت 50% من العملية. يعني لو نجاح العملية دي 80%، لو أنا عملت العملية وسبته هو 30-40% نجاح، إن العينين دول ممكن يخفوا ويخلفوا طبيعي. لكن لو أنا مشيت الطريق كله عملت وتابعت ومشيت، لا أنا هضمن كده على الأقل 80-90% نتائج للعملية. هنا بقى أنا عندي أبو العريف لازم يفتي في الدوالي، أنا عايز أسمع يا ترى هيقول إيه أبو العريف، لأنه واحد من أكثر المواضيع فتيا في الحياة. نسمع أبو العريف. يا باشا مع احترامي لحضرتك واحترامي لسيادتك، الناس بقت تكسل حتى تتعالج، يقول لك اعمل عملية واخلص مهما كان الموضوع بسيط. يعني مثلا فور اكزامبل موضوع دوالي الخصية، الناس بتتكلم ان ملهاش علاج غير العملية، ويبقى الكلام نوع العملية ايه، جراحة تقليدية ولا ميكروسكوب وتقنيات حديثة؟ طب الدوالي دي اخوانا بتيجي منين؟ ما هي اما دهون وكوليسترول زياده مأثرين على الدوره الدمويه وجريان الدم جوه الشرايين، يا اما الجينز والملابس الضيقه. طب ما تشيل دمان ده يرتاح، ده عندك الواحد يلبس ملابس فضفاضه ويمنع الدهون وياكل اكل صحي، ولا عمليه ولا يحزنون ولا ايه؟ دايما الفتيين يروح قايلين جمل ترفع الضغط عندنا على طول، تسمع جمله ملهاش علاقه بالموضوع خالص. كوليسترول ايه دي مش في شرايين، دي في اورده بالظبط. يعني الكوليسترول والحاجات دي ملهاش اي علاقه بالدوالي خالص، دي مشكله ورديه، وبرده ملهاش علاقه بالهدوم الضيقه. احنا نلبس هدوم ضيقه والكلام ده، احنا كل الناس بتلبس بوكسرات او هدوم ضيقه مفيش مشكله، بس ما تبقاش ضيقه قوي. لكن الهدوم او السلوك او الاكل ملوش اي علاقه بالموضوع. الدوالي ده عيب خلقي احنا بنتولد بيه، لكن بيزيد مع بعض الممارسات ان احنا نقع فترات طويله، نعمل حزق او نضغط او نشيل حاجات تقيله فترات طويله، فدي بتزود الدوالي. العمليه لو هي بسيطه لا مش شرط نعملها زي ابو العريف ما قال ان احنا نعمل عمليه ونخلص الموضوع، لا طبعا نعملها في اوقات معينه وما نعملهاش في اوقات معينه. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكوره والتناسل بكليه الطب، استشاري امراض الذكوره والمدير والمؤسس لمراكز خصوبه، نورت الناس الحلوة وكالعادة نورت لنا حتة مسلمة. سعدت بوجودي معك دكتور أيمن، ودايما سعدت بوجودي في البرنامج ده، احنا اللي شرف لينا وجودك دايما معانا. خليكوا دايما معانا مع الناس الحلوة.
بنتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد، بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السبتية. عيان الشخير ده عيان كل الأنف والأذن. أنا ببقى عارف إن العيان ده هيخش يقول لي أنا عندي مشكلة شخير وعندي مشكلة توقف في النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب، فترات تغيير الفصول دي فترات كارثية، بينام ومش قادر يتنفس. أهلا بيك في عالم الجيوب الأنفية. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. أهلا بكم. الحقيقة النهاردة حوار مثير للغاية، وأنا هبدأه يعني دراسة خوفتني. قال لك الشخير من أسباب المهمة للاضطرابات النفسية. ده كلام مهم أوي. يعني الشخير الناس اللي بتشخر بيحس بقلق دائم، ممكن يؤثر ويؤدي إلى تنامي المشكلات النفسية عنده. وقال لك إنه كمان إنه أثناء النوم الشخير يؤدي إلى مشكلة، وهي إن الشخص نفسه بيتعرض إلى انتقاد، فبيبقى شخصيته تلقائياً فيها حالة من حالات إما العدوانية المستمر نتيجة الانتقاد المستمر اللي بيوجه له، أو الدونية، إحساس إن أنا أقل من الغير، إن أنا فيها عيب. فإذن التقرير ده أو الدراسة دي دراسة مؤلمة، شخير واحد من الأسباب التي تؤدي إلى الاضطراب النفسي. الحقيقة النهاردة موضوع مهم وحلقة طبعا مثيرة وممتعة مع ضيف العزيز الاسم المتميز الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وصاحب الدكتوراه واستشاري العلاج بالليزر، وطبعا زمالة الجمعية العالمية للشخير والأوروبية للشخير. أهلا بيك يا دكتور هشام. أهلا بيك يا دكتور أيمن. الحقيقة أنا عايز الأول قبل ما أدخل على العمليات والتطور اللي حصل فيها، الشخير ممكن يؤدي إلى مشاكل نفسية؟ أكيد أكيد. أنت حضرتك مش متخيل لما تجيلي بنت ورافضه الجواز ورافضه اي حد يتقدم لها ورافضه الخطوبه وعندها 28 29 سنه ومشكله حياتها كلها ان هي بتطلع صوت وهي نايمه، وما يصاحب هذا الصوت من ريحه وحشه في البق، غازات في البطن، خنقه وهي نايمه، مخنوقه وهي نايمه. والكلام ده كله اللي بيقوله لها مين؟ اللي بيقوله لها اختها، اللي بيقوله لها مامتها، اللي بيقوله لها زميلتها لو حد مثلا جه قعد معاها شويه ولا حاجه. البنات دي الحقيقه لو حضرتك تقعد وتتكلم معاهم وقد ايه هم بيعانوا اضطرابات نفسيه ورافضين الجواز تماما، الارتباط تماما. تخيل حضرتك واحده جات لي كانت معلقه بدايه خطوبتها وتعرفها على اي حد ان هي تستكمل موضوع الجواز الا بعد تتعالج من موضوع الشخير، لدرجه ان هي بعد ما عملت العمليه قلت لها اخبارك ايه؟ قالت لي انا النهارده اتولدت من جديد وهبتدي حياه جديده ادور فيها على شريك حياتي. ففعلا الحاله ده بتكلم على البنات، انا بتكلم بقى على الزوجات والازواج. انت مش متخيل حضرتك لما زوج ينام جنب زوجته بتشخر جامد، و أو هو بيشخر جامد وراجع تعبان وكسلان وطول النهار في الشغل ومش واخد كفايته من النوم، ونتكلم بصراحة أكتر، مفيش علاقة زوجية مكتملة بينهم. العلاقة بينهم بتبقى شكلها الحياة بينهم شكلها عاملة إزاي؟ مفيش إزعاج طبعًا. إزعاج إزعاج نفسي واضطرابات نفسية مش بتؤدي بس للطلاق، بتؤدي إن هم ساعات يعيشوا مع بعض بس عشان خاطر الولد ولا البنت اللي مع بعض. كارثة في حالها. الطلاق كارثة وده كارثة، سيبريشن كارثة. بالظبط. خطيرة جدًا. بالظبط. التطور حصل في عمليات التعامل مع سليب أبنية أو انسداد المجرى الهوائي أو اللي احنا بنقصد بنقول العرض نفسه كعملية، يعني الشخير التطور وصل إزاي؟ احنا وصلنا لإيه دلوقتي؟ الحقيقة يعني احنا نقدر نقول الحقيقة وزي ما بيقولوا كده وبصوت عالي وبقوة إن احنا واقفين النهاردة في موضوع الشخير
بتكلم على مصر وبتكلم على السنتر، احنا واقفين على الارض صلبه جدا الحمد لله. من ناحيه الاجهزه احنا عندنا احدث اجهزه في العالم كوبليشن، ما فيش حاجه احدث من كده. ويمكن حضرتك انت لو شفت الاله اللي انا جايبها دي، دي آلة قديمة، دي آلة قديمة جدا، دي أول آلة لاستئصال اللوز في إيه؟ في مجال الطب. كنا بنحط اللوزة حضرتك هنا كده في الجزء ده كده وبنزقها كده وهي حادة جدا من قدام، فاللوزة بتتقطع. الآلة دي بتتقطع شبه جلوتين، شبه الناس بقى اللي بتشرب سيجار، لا اللي بيشربوا سيجار عندهم حاجه زي كده بيستخدموها لقطع السيجار بالظبط. فتخيل حضرتك التطور من آلة زي دي بتروح قصة اللوزة بطريقه عشوائيه وما ينتج عنها من نزيف ومشاكل والتهابات ويفضل ينزف وممكن يموت، الى النهارده كوبليشن النهارده يعني من احدث ما وصل اليه التقدم في التكنولوجيا في العالم، اللي هو بنستخدم الطاقه في وجود المية لاستئصال اللوز والعمل عمليات الشخير. برضو عايز أروح لحتة تانية مهمة قوي، منطقة المريض ده، منطقة مريض اللي هيكون معانا كمان شوية اللي هو يعقوب محمد إسحاق، سنه مش صغير، سنه حاجة وسبعين سنة، 76 سنة، ده سن كبير قوي. طب ما ده ما يقلقش. انت عارف حضرتك ان عينين الشخير عندي الرينج بتاع السن بتاعهم كام؟ ستينات. فأنا بابا يعقوب زي ما بيسموه في السعودية، هو راجل كاتب يعني أطفال شهير جدا، عنده 77 سنة. لا راح ألمانيا قالوا له لازم تركب السيباب الجهاز، اشتراه ورماه بعد ساعة، قال لنا صعب حكاية النوم، صعب ما بقدرش يستحمل. بس ممكن طبعا يكون في احتياجات له في حالات معينة، لكن أنا بتكلم على حل بقى بالظبط كده. ف 77 سنة ويقدم على ان احنا نعمل له عملية شخير، واضح ان هو تعبان، واضح ان هو راجل بالمنتاليتي دي مش هيجي يعمل عملية الا لما يكون قاري وسامع وشايف والى حد ما مطمئن. الحقيقة بابا يعقوب من الشخصيات الحقيقة اللي تحس فيها بان الحياة مهمة، عايز يعيش عيشة هادية، بيشخر بالليل، عنده مشاكل في التنفس، مش مرتاح. جاء كشفنا عليه الحقيقة وشفت لقينا عنده لوز متضخمة جدا، سقف حلق برضو ولها، عنده عضلات الحلق هي الحقيقة في السن الكبير اللي هو السبعينات ده بتبقى مرتخية جدا جدا جدا. وعلى فكرة اللوز احنا بنشيل اللوز مش بس عشان اللوز متضخمه قد كده ولوز كبيره، بالعكس انا بشيل اللوز لو صغيره جدا لكن مترهله. الترهل والارتخاء في اللوز هو ده اللي بيسد مجرى التنفس. فالحقيقه عملنا له العمليه، واحب قوي ان احنا نشوفه بعد العمليه وقد ايه هو مستمتع بان هو عمل العمليه. والراجل بيقول لك انا سعيد، انا اكبر واحد في العالم عملت عمليه لوز. فتخيل مدى سعادته كمان ان هو بيقول لك انا دخلت موسوعه جينيس لاكبر واحد في الدنيا عمل عمليه لوز وعمليه شخير. احنا هنستمتع دلوقتي طبعا اخ العزيز استاذ يعقوب محمد اسحاق. يعني برضو شيء جميل ان الاخوه العرب يجوا مصر يعملوا النوعيه دي من العمليات او اي نوع من العمليات، شيء يسعدنا جدا السياحه العلاجيه في مصر. الحقيقه طبعا يعني انا مش عايز اقول لك شخصيات مهمه جدا بدون ذكر اسماء ورفضت طبعا ان هي حتى تتصور ولا حاجه، لكن بيجوا لي من دول الخليج كتير جدا وبيعملوا عمليات ويروحوا مبسوطين جدا جدا جدا. وده برجع اقول مره تاني ان الطبيب المصري الحقيقه بصفه عامه سمعته يعني داخليا وخارجيا وعالميا في اي مكان بيشرفنا الحقيقه تقدير للاخوه العرب لينا كاطباء، اطباء المصريين على فكره تقدير كبير جدا جدا. يعني في دول عندها الطبيب المصري، في دول عندها الطبيب المصري ده رقم واحد في العالم. يعني دي حقيقة. اليمن عندهم الاعتقاد ده كثير جدا من الاخوه، في الامارات عندهم، يمكن الامارات يعني تم غزوها بشكل او باخر بوجود اطباء اجانب كتير هناك،
لكن الطبيب المصري هو المسيطر، وفي البرانشات القوية هو يعني في البرانشات اللي فيها بقى فنيات وبتاع، لا مصري مصري حاجة تانية. حقيقة حقيقة الواحد بيسعد جدا ان الناس بتيجي appreciating جدا لينا، جايين سايبين دكاترة انجليز ودكاترة المان جوه من اكبر مؤسسات صحية عندهم، وبيجوا عشان يعني بيختاروا احنا نتعالج فين ونعمل ايه بثقة وبراحة، ونحمد ربنا الحقيقة الفضل اولا واخيرا لله ان احنا بنكون برضو عند حسن ظنهم، وبنضيف يعني كل يوم يعني اكثر واكثر، ان احنا الحمد لله على هذا المستوى. انت بتنورنا وبتشرفنا، وهننتقل عندك في السنتر عشان نلتقي بالاستاذ يعقوب محمد اسحاق ونستمتع في الجزء الثاني من هذا اللقاء الممتع بحوار مهم مع واحد من الناس المهمه جدا في عالم الكتابه في السعوديه، وايضا بيعاني من برضه صعوبات اثناء النوم، والسن مش صغير 76 سنه. ربنا يديك الصحه والعمر، وطبعا دي شيء رائع جدا. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، نورتنا وشرفتنا. اهلا بيك يا دكتور ايمن. خليكم بقى مع الاستاذ يعقوب عشان تستمتعوا بتسمعوا منه ازاي كانت معاناته. خليكم معانا. اسمي يعقوب محمد اسحاق ومقيم في جده. انا جيت مصر هذه المره للعلاج لاكثر من مشكله صحيه. دخلت على الانترنت وطلبت حلقات برنامج الناس الحلوه للدكتور ايمن رشواني. فمن المشاكل اللي كنت انوي اعالجها مشكله عندي، الم في ظهري اسمه فيبرومايلجا، والم في عضلات الظهر، وتوصلت الى الدكتور المناسب لعلاجه عن طريق الانترنت. بعدين لمعالجه مشاكل صحيه اخرى دخلت على حلقات برنامج الناس الحلوة، وأنا بتفرج على حلقات البرنامج استوقفتني الحلقة عن علاج الشخير بالكوبليشن، وجلست أتفرج على الحلقة كاملة من ألفها إلى يائها. الشخير كان بيضايقني كثير لأنني أحس في لما أجي أقوم من النوم إن فمي ناشف، ويخليني أقوم من النوم كل ساعة ولا كل ساعتين، وكمان صوت الشخير عالي جدا بيوصل للغرف المجاورة، بيزعج زوجتي، بيزعج الناس اللي بيشتغلوا في البيت. كان شيء يعني مضايق المزعج لكل الأطراف اللي موجودة معايا في البيت. عملت محاولة قبل حوالي 30 سنة في ألمانيا، دخلت مصحة أو معمل، نمت في ليلة، لبسوني طاقية لفحص وفيها مليانة أسلاك لفحص حالتي أثناء النوم، وقرروا أنه ما في علاج لحالتي في ذلك الوقت إلا عن طريق جهاز يضخ الهواء لأنفي، واشتريته في ذلك الوقت قبل حوالي 30 سنة. اشتريته وجبته جدة وحاولت استعمله، لقيته غير عملي يعني للأسف. ما حاولت لأنه ما كان في أخبار لا محلية ولا عالمية عن علاج جديد للشخير. في الحقيقة لأني شفت حلقة الدكتور هشام في الناس الحلوة كاملة، ما ترددت وأقدمت بكل يعني شجاعة، رغم أني أنا عمري حوالي 76 سنة 77 سنة. في الحقيقة لما كنت مع الدكتور وعمل لي الفحوصات اللازمة اللي هي عبارة عن فحص المجرى الهواء مجرى الأنف
وجدوا سليم، وبعدين عمل الفحوصات الثانية للحلق من الداخل ووجد انه في يعني ترهل في الأعضاء الداخلية هي التي تحول دون مرور الهواء بسلاسة أو بسهولة، وأنه لازم إذا كنت أنا مقرر أنه أنا أتعالج أنه دي تصير عن طريق عملية اسمها كوبليشن. اليوم هو اليوم السابع أو الثامن للعملية، اليوم الثامن والحمد لله أحس بتطور. النوم صار فتراته أطول، كان زمان أنام لمدة ساعة ثم أستيقظ عشان أروح الحمام، الآن لا، صار كل ساعتين، والألم موجود حتى الآن لكنه خفيف. أنا عمري 77 سنة، طبعا العملية صار فيها إزالة لواز، صار توسيع المجرى الهوائي بحيث انه يعني كل شيء يصير طبيعي والحمد لله. وكمان هذا السن، في هذا السن انا لما عملت العملية يمكن ادخل موسوعة جينيس واصير اول واحد كبير في هذا السن يعمل العملية بدون خوف. اليوم انا ركبت تاكسي لمسافة طويلة جدا، فأثناء المسافة نمت، فلما وصلت المكان المطلوب قال لي السواق التاكسي ترى أنت كنت في طوال هذه المدة أنت نايم. قلت له طيب هل أنا شخرت؟ قال لي لا. قلت له طيب شكرا لك على المعلومة دي. التقدم المذهل في تكنولوجيا صناعة الأسنان خلت اللي كان بيتعمل في 6-7 شهور دلوقتي بيتعمل في 3 أيام حرفياً، أو في يومين ويمكن في يوم. دايماً التركيب على الزراعة غالي، ليه؟ علشان الأكسسوريز اللي أنت كل خطوة عمال تحطها، كل الأكسسوريز ديت بتكلفك رقم كبير، بس في النهاية أنت طلعت العيان خلاص مش يعني منتهية مشاكله خالص. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. بشكل عام تكون حالة مثالية صالحة لزراعة الأسنان إذا كانت لديك سن مفقودة أو أكثر، إذا كانت لديك عظمة فك كاملة النمو، إذا كانت لديك عظمة مناسبة لتأمين الطعوم أو قادرة على استيعاب طعم عظمي، إذا كانت لديك أنسجة فموية سليمة، إذا كنت غير قادر أو لا ترغب في ارتداء أطقم الأسنان المتحركة، إذا كنت تريد تحسين كلامك، إذا كنت غير مدخن. مع ذلك فغالبية الحالات قد تفقد عاملاً أو أكثر من العوامل المثالية لزراعة الأسنان. فما هي أبرز الحالات التي يصعب معها زراعة الأسنان وكيف تعالج؟ أهلاً بكم. عالم طب الأسنان ده عالم مثير جداً، عالم أنا فيه حاجات بستغربها برضو في ثقافة الناس. أولاً ألاقي واحد ربنا مديله مع يعني رزقه كويس وشغله كويس ومرتبه كويس وكل حاجة ومش مهتم بأسنانه. طب أنت مهتم بإيه؟ ليه مهتم بعربيته؟ مهتم يروح يصيف؟ وأنا بستغرب جداً الناس اللي بتروح تصيف بالأسبوعين بالثلاثة. الواحد أنا يعني لا يعني أنا لو محظوظ جداً أصيف 3 أيام منهم جمعة وسبت، يعني خميس وجمعة دناوة كده، يبقى أنا لو عملت كده، وأنا مش هعرف أعمل كده. لكن
لا يعني ماشي ربنا يفتح على الناس وتصيف براحتها، بس وانت رايح بتصيف وبتصرف كتير، وعلى ما اسمع كده ومعلومات اللي وصلاني ان مش عارف سعر الميه في الحته الفلانيه بكذا، وسعر الحاجه الساقعه بكذا، وطبق الفول اللي احنا بناكله هنا هو سعره هناك في الحته اللي انتوا عارفينها دي برضو بكذا، انت بتصرف ده كله مستخسر في سنانك؟ انا مش فاهم، مش فاهم بالظبط انت بتفكر في ايه، انا مش فاهم. طبعا فكره بقى ايه اصلا دكاتره الاسنان، لا دكاتره الاسنان دلوقتي في مصر احنا ده دول بايونير الوطن العربي، وغير كده تقدم المذهل في تكنولوجيا صناعه الاسنان خلت اللي كان بيتعمل في 6 7 شهور دلوقتي بيتعمل في 3 ايام حرفيا او في يومين ويمكن في يوم، خلى اللي كان بيتعمل في سنه بيتعمل في ايام بسيطه، وطبعا بتكنولوجيا متقدمه، اشعه مقطعيه عامله ازاي، رسم ابتسامه عامل ازاي. فارجوكم انتبهوا لقصه ان انا بصرف قليل وكتير في حياتي وباجي على اسناني وابخل فيها او اطنش. طب النهارده من ضمن الحوارات هيكون المعنى ده، اسمحوا لي ان انا ارحب النهارده بضيفتي الممتعه دايما في حوارها اللي احنا بنفتح النهارده ملفات كبيره ومهمه في عالم طب الاسنان، وهذه الملفات ستتضمن الكثير من المفاجآت. اكيد المفاجآت دي ما تحلاش الا بوجود ضيفتي العزيزه الاستاذه الدكتوره اسراء السعيد استشاري جراحات الفم والاسنان كليه الطب جامعه القاهره طب الاسنان، والحاصله على الدبلومه في زراعه الاسنان من جامعه سيفيا، وماجستير جراحات الفم والاسنان من كليه الطب جامعه القاهره. اهلا بيكي. اهلا بيكي دكتوره. ربنا يخليك. خلينا نتكلم في حته استخسار الناس في اسنانها، صحيح؟ في برايورتيز، يعني المفروض واحد يخلص الاول الحاجات الاساسيه المهمه وبعد كده يشوف الاقل اهميه. اه كان في مثل رغم عدم دقته يعني الـ 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 ما ينفعش الواحد يصرف على حاجه قبل حاجه، صح؟ يعني لازم الواحد يصرف على المهم فالاهم، صح؟ النهارده ايه مشاكل فقدان الاسنان؟ يعني إن لانه انا بحكي لك عليه، تلاقي واحد زي ما بقول لك برده مقتدر وفي مركز كويس جدا وبيضحك ضحكه احنا ماشي في سنه مثلا ناقصه قدام، هل انا بقيت عيني واخده انها تاخد بالها من السنان قوي ولا لكل العيون كده؟ لا انت بالذات علشان خاطر بتشتغل مع دكاتره سنان كتير، اه مش الناس ما بتبقاش شايفه الحاجات ديت، يعني بيبقى حد وحاجه مرموقه وحد بيطلع قدام الكاميرات والتاني مثلا عنده سنه قدام مش موجوده وهو مش مركز معاها خالص، بتلاقي الفلق اللي في النص واسع جدا وهو سايب الامور تماما، وفي ناس تقول لك لا دي كاريزما، يعني هو مبسوط بيها كده وهو خلاص اتعود عليه، ويقول لك دي لو اتقفلت الناس مش هتعرفني، لو السنه دي حطيتها الناس مش هتعرفني، وهتلاقي على فكره فنانين كتير بالموضوع دوت واثقين في نفسهم قوي، بس هو في الحقيقه كلهم في الاخر بيوصلوا لايه؟ بيعملوا اسنانهم برضه، يعني دي كانت مرحله كده هو يعني ايه ربنا مقويه ان هو يعني يتقبل الوضع ده، لكن في الاخر كلهم بيعملوا اسنانهم. مشاكل فقد الاسنان بقى دي حاجات كتيره جدا، الحاجات اللي الناس كلها عارفاها دي خلاص، اللي هو بقى الوش بيطبق والشفه بتنزل وشكلك ما بيبقاش احسن حاجه. في حاجات تانية بقى انا اللي عايزه الناس تعرفها، نفسيتك هتبقى شكلها ايه، احساسك ايه وانت مش عارف تبتسم ولا عارف تتكلم. يعني انا كان عندي ولد من كام يوم، فعلا فعلا الولد دوت مشكله كبيره جدا، كل ما بيروح يتقدم لواحده بترفضه. تخيل ليه؟ فراغات كبيره ما بين سنانه كلها، سنانه وشكل، هي على فكره بترفضه شكلا، ايوه هي بالزبط. ما بتقولوش سنانك، هي بتقول بتبص كده مش مبسوطه بالظبط كده. آه. ده الحاجه اللي الناس مش مركزه فيها، ده غير بقى طبعا اللي احنا قلنا عليه، وان السنه اللي قبلها واللي بعدها هيميلوا، الفك المقابل السنه اللي فيها تبدا تنزل، الكلام ده كله الناس كلها سمعته كتير قوي، بس الناحيه النفسيه ما حدش مركز معاها، في حين الناحيه النفسيه ديت او شكلك الابيرنس عموما ده بيأثر ثقتك بنفسك، بيأثر على ان انت ما تروح مكان في الانترفيو هتقبل ولا لا، وكل الناس بتبدا بقى تركز في الموضوع ده امتى؟ قبل امتحان الكليه الحربيه او كليه الشرطه. تبدا بقى الناس كلها، والناس بتيجي ايه الامتحان بعد بكره. ما نلحقش ده في ناس جايه تعمل تقويم والامتحان بعد بكره، فده بيبقى ده حاجه مش كويسه، وهو بيدخل بنفسيه مش كويسه. انا شايفه ان الشكل بتاع الاسنان شيء في منتهى الاهميه، وفقدان الاسنان شيء بيؤدي لان حياتنا مسارها يتغير. امتى نقول احنا لازم نعمل زراعه اسنان؟ متى نلجا الى زراعه الاسنان؟ لما بيكون عندنا حاجه مفقوده. ليه؟ لان الناس عندها خلط ما بين اني ازرع
وما بين ان انا اركب كراون. الناس فاهمين ان الاثنين حاجه واحده. لا، اللي احنا بنزرع امتى؟ لما يكون ما فيش سنان. يعني مثلا حاله زي كده، دي حاله زراعه ولا مش حاله زراعه؟ زراعة. كل بق عباره عن جذور مكسره. طب ما هو ده لازم يزرع. في ناس تيجي تقول ايه، طب بلاش تكاليف الزراعه، خليني اعمل طقم متحرك. اكتر واحد هيندم على هذا القرار هو اللي اخذ القرار ده، لان الطقم المتحرك حتى دايما اقولها للناس اسمه متحرك، هيفضل يتحرك في بقك. تخيل ان انت عايز تاكل وبتمضغ، وانت بتمضغ على حاجه بتتحرك في بقك، عمره ما بيكون ثابت 100%. فهو بيجي عليه مرحله وبيقول لا خلاص انا مش عايزه. لما الشكل مثلا اللي احنا عملنا له في الحاله دي، عملنا له قصه طويله قوي، عملنا 6 زرعات فوق و6 زرعات تحت، وبرضو الموضوع بتاع الناس كلها. وطبعا ده زرع لسة، لان مفيش لسة، مفيش يعني البق فعلا يعني فاقد كل حاجه. ليه بقى؟ لانه هو ساب الامور لحد لما بقت بقه عباره عن مجموعه جذور جنب بعضها. دوت لا عارف يقفل بقه، ولا عارف يمضغ، ولا عارف يتكلم. وفي حاجه كمان برضو غايبه عن الناس، موضوع المفصل الفك. مفصل الفك ده مشكله كبيره ما حدش بيركز فيها. انت عارف ان انت لو عندك الضرس مخلوع في الجنب اليمين مثلا، فانت بتفضل اوتوماتيك تاكل على الشمال بس. بعد فترة بتلاقي مفصل الفك بيدخل في مشاكل. زي ايه؟ زي طقطقة الفك، زي البق بيعلق يعني هيفتح ما يقفلش، هيقفل ما يفتحش، العكس. بتدخل في مش قادر تفتح بقك تمضغ، مش قادر تاكل حاجة ناشفة. طب يا جماعة الفيلم ده كله احنا دخلنا فيه ليه؟ ما احنا كان ممكن من الاول، من اول يوم خلعنا درس نحط درس مكانه، وما نصبرش كتير. يعني ما نسيبش الجدر بالشكل ده مكسر سنين علشان نفكر. ليه؟ لان الجدر دوت بيعتبر بقرة متعفنة، او بقرة بتطلع بكتيريا. البقرة ديت كل ما بتطلع بكتيريا كل ما بتاكل في العظم. يعني قصة الخراج ان احنا ناخد له مضاد حيوي ينشفه، الكلام دوت كلام خاطئ، مفيش حاجة كده. وانا نفسي الناس تستوعب فكرة الخراج. الخراج ده يا جماعة بيطلع، أو الخراج دوت المادة اللي جوه الخراج اللي هي الصديد دي، عبارة عن خلايا ميتة عمالة تاكل في العظم اللي حوالين المكان. لا، وبؤرة انفكشن ده ممكن تعمل مشاكل في القلب وتعمل مشاكل في كذا. وليه ما نسيبش؟ دايما عندنا فكرة في معتقداتنا الشعبية، عندك مضاد حيوي عندك خراج خد مضاد حيوي. ايوه حاجه بتاخد مضاد حيوي علشان تقلل العرض مش المرض. العرض وتقلل فرص ان الانفكشن يمتد الى السكه، لكن انت ما عالجتوش. لكن فكره انشف لازم، لا ما هو معروف ان الخراج الابسس مين درينج لازم يفضيه. والله نفسي الناس لا الناس كلها لحد دلوقتي يقول لك انا كان عندي خراج والحمد لله عالجته ازاي؟ خدت مضاد حيوي فتره طويله وحوله كرونيك. حوله لكرونيك وهو خلاص هو موجود وعمال ياكل في العظم وعمال يكبر، واحنا مش حاسين هو بيكبر ازاي، ولا التفاصيل مش موجوده عندنا، بس هو متصور ان هو كده خف. لا، هو فعلا ما خفش. فاللي انا عايزه اقوله ان فكره الاسنان اللي احنا سبناها مكسره فتره طويله دي تاثيرها كبير. وفي تاثير اكبر ان هو مش عارف ياكل. تخيل واحد ما عندوش اي حاجه ياكل على ياكل ازاي. في برضو حاجة الناس مش متصوراها بتحصل في السن الكبير مع الناس اللي فقد أسنانها فترات طويلة جدا، زي الصورة اللي كنا لسه عرضناها، إن حضرتك عشان تنضغ بتضطر إن أنت تمد الفك السفلي لقدام علشان تعرف تنضغ مع الفك العلوي. فأنت بتعمل ستريتشنج جامد للتندونز أو الأربطة بتاعت المفصل، عمال تشد تشد تشد. ده لما بيجي يزرع ويركب بتبقى أسنانه في الآخر عضة معكوسة. بنتعب جدا علشان نقدر نحط الزرعات في مكان مظبوط فوق وتحت، بحيث ان السنان تبقى نازله على بعضها كده تنزل بالشكل ده. وبرده من الحاجات المخلوطه عند الناس كلها ان ده الشكل الطبيعي لرصه الاسنان، اللي فوق بيغطي تلت او نص السنان اللي تحت. كل الناس جايه عايزه السنان اللي فوق تقف على السنان اللي تحت كده. ده تروماتيك اوكلوجن، دي تكسر بعضها. ربنا ما خلقش كده، ربنا خلقهم كده يتزحلقوا على بعض واحنا بنندغ واحنا بنتكلم. احنا لو حبينا نجمع الحاجات البسيطه اللي معروفه واللي غير معروفه لفقدان الاسنان للمجتمع كله، المعروف اللي هو الشكل والشفه تسقط والكلام اللي احنا عارفينه دوت، وسنه مفقوده في النص شكل مش حلو، الكلام اللي احنا ما نعرفوش، الحاله النفسيه السيئه اللي بتاثر على مسار حياتك كلها، ومفصل الفك. مفصل الفك حاجه لا يستهان بيها، من الحاجات اللي تعويضها وعلاجها مش سهل وبتجيب تايم طويل. فدي من الحاجات اللي انا بوضح للناس
مشكلة فقد الأسنان لفترة طويلة مفصل الفك بتاعنا مش هيكون في حالته الصحية أبدا. وإحنا بنقرب من الزراعة عايزين برضو نشرح للناس فكرة اللي متخوفين من الديوريشن، يعني من الوقت بتاع الزراعة. الناس تقول لك ده أنا هقعد أزرع بقى وهدخل في عالم الزراعة دوت، هيقعدوني 6-7 شهور جنبهم عشان نزرع، أو 3 شهور. الألم وهو إلى آخره، برضو أنواع الزراعات ده من الحوارات بتاعت الناس وبعضها. هل هقدر مثلا ماديا انا عايز اعمل زرعتين دلوقتي وفي محتاج زرعتين تانيين، هقدر اعمل تاجيل لزرعتين واعمل زرعتين في وقت مبكر شويه؟ طيب نمسك الموضوع كده سنه سنه. موضوع اول حاجه لازم الناس تعرفها علشان مشكله السوشيال ميديا طالعه ازرع فكك على 4 زرعات فقط. يا جماعه لا، 4 زرعات دي حاجه مش بتقعد تختارها، مش بتختار بدله لونها اخضر ولا ازرق ولا مفيش حاجه اسمها كده. الفك ده ما ينفعلوش غير ال4 زرعات، وعلى فكره ال4 زرعات قد يكونوا اغلى من ال6 و7 زرعات، لان دي زرعات بانكلينيشنز معينه، بقطع غيار بميل معين، بقطع غيار معينه. يعني انت بتشتري لها حاجات غير اللي بتشتري للزرعات العاديه، دي قصه لوحدها وبتكنيك لوحدها و موضوع، ما هياش كده ايه النبي زرع لي على 4. لا 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 لا، هي مش قصه كده، هي الحاله دي لازم يزرع لها على 4. 4 دي حاجه غاليه مش حاجه رخيصه، عشان بس الناس تبقى متصوره. مش كل ما بتقلل العدد كل ما كسبت، لا انت ما كسبتش في ال4 زرعات، هي اغلى من ال6 و7 زرعات كمان. اوكي. الحاجه الثانيه، الناس لما بتيجي تختار نوع، احنا قاعد اتكلمنا في عدد الزرعات، نوع الزرعات برضو الناس بتتكلم ك سوشيال ميديا وكسمعة. ما فيش حاجة اسمها الزرعة الفلانية هي الزرعة الوحيدة الكويسة في العالم اللي هتجيب لك نسبة سكسس ريت خرافية. الكلام دوت كلام، في دواء في الدنيا تاخده يضمن لك انك تشفى في خلال فترة معينة 100% والمرض ما يرجع لكش تاني، ما فيش. الناس متقبلها في البطنة، يعني انت ممكن تاخد دواء برد ويجي لك برد تاني بعد ما تخلص الدواء باسبوع، الناس متقبلها عادي قوي. ما تتقبلهاش بقى في الاسنان. ليه؟ لان الناس متعود انا دافع مبلغ كبير يبقى انا لازم الحاجه دي تقعد في بقي، ما ينفعش الجسم يرفضها. لا، ما فيش حاجه اسمها كده، ده رياكشن. انت عندك السكسس ريت بتاعك، اعلى سكسس ريت في الكتب من 95% ل 97%، من فضل الله الحمد لله ان شاء الله انا من الناس ال 97%. طب و3% دولت ايه؟ هل دول مثلا كانوا زرعين زرعه وحشه؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. اي زرعه في الكون في حاجه اسمها فيلير ريت. الفيلير ريت دوت بيحصل ليه؟ اسباب كتير ممكن تنتهي بانون كوز. يعني ايه؟ يعني سبب غير معروف. فلما احنا بنختار زرعه بلد المنشا بتاعها حلو، مش معنى كده ان انت ضمنت ال 100% سكسس، لا، انت قللت الفيلير ريت. انت عندك السكسس او النجاح والفشل بتاع الزرع ده خاضع لايه؟ خاضع لثلاث عوامل. عامل الاول المريض، العامل الثاني الدكتور، العامل الثالث نوع الزرع والمكان اللي فيه الزرع. دول حاجتين مرتبطين ببعض جدا. المريض لازم المريض يكون صريح. ليه؟ لان الناس يعني فعليا والله بتيجي يقول له حضرتك السكر التراكمي ايه؟ يقول لك لا 120، لما بيعلى قوي 180. فانت ده مش تراكمي، ده اللي انت عامله في البيت بالقلم او في المعمل. ما بصي حضرتك انا زي الفل، دي فعلا بسمعها كتير. طب حضرتك انا عايز اقرا رقم، اعتبريه زي الفل. لا دي ممكن مشكلة. يجيب لك تحليل قديم، يعني مثلا يجي يجيب لك ورقه كده في التحليل معموله من سنه ايه، اعتبريه 7. لا يعني ايه اعتبريه؟ هو انا لازم يكون معايا ورقه. حضرتك جاي تهرج. اول حاجه السكر. تاني حاجه اللي الناس غافله عنها جدا والاطباء كمان احيانا بينسوها، فيتامين دي. ده ما حدش بيقول. حاجه ثالثه الكوليسترول، الضغط. طبعا الاربعه دول كل واحد منهم لا يقل اهميه عن التاني. والغده الدرقيه بنحط عليهم، نحط معاهم الغده الدرقيه، نحط عليهم الغده. الفيلير ريت مرتبط بالاربعه دول اكتر. الغده الدرقيه هتعمل لنا مشكله اثناء الشغل والبنج اثناء. في عندك عامل موضوع السجاير، مش شطاره ان انا ابقى شم ريحه السجاير من وهو لسه بيقول مساء الخير ويقولي هما سجارتين في اليوم، مستحيل. وبعد شويه ضغط يطلعوا علبتين، تضغط اكتر
انا ما اعرفش حد بيشرب سجارتين في اليوم. اللي بيشرب سجاير بيشرب سجاير كتير. ما اعرفش حد يعني بيشرب سجاير. انا من زمان قوي بتهقلي من كتر اسئلتي للناس، يعني ما حدش قال لي انه بيشرب اقل من نص علبه. لا نص علبه دوت لطيف يعني. ده بي يعني كده يعني وده مضر وده مضر وكله مضر يعني. هو كله مضر، بس انت بتتكلم في نسبه ضرر يعني. العلبتين في اكتر طبعا ده خطير جدا. هيب سموك ده ما بيقتل نفسه. يجي بقى عندي بيقول لي لا ده مسجرتين ثلاثه في اليوم. طب بصي زراعي ومالكيش دعوه باللي هيحصل، اصل انا ضامن جسمي. ما حدش بيضمن جسمه على فكره. لا والسجاير بالذات ده هو يوم وليله وبتلاقي العجله لفت. لا يعني السجاير بالذات بتاثر فعلا على الزرع بشكل كبير. طبعا فيلير ريت غير عادي، لان هو الزرعه الادهيجن بتاعها قائم. دي حاجه انا عارفها طبيا يعني، ان العظم نفسه بدا يتكون حوالينا صح. العظم عشان يحصل له بروليفريشن لازم له بلاد سبلاي، طبعا لازم له دم. فالسجاير بتاثر على الدم اللي واصل للعظم بالظبط. طبعا. وانت قللت الاكسجين اللي واصل للمكان، وقللت الدم، وقللت كل الوسائل الحيويه اللي تخلي الدم دوت يعيش او العظم ده يعيش عشان يلتئم حوالين الزرعه. مفيش حاجه اسمها على ضمانتي. ماشي، ما هو اول ما هيحصل مشكله كل الناس هتنسى موضوع ضمانتك ديت، وهتلاقي نفسك انت اللي في موقف مش جميل. فموضوع التدخين، اللي عايز يزرع يا جماعه لازم يهدي التدخين شويتين ثلاثه، ما يبقاش بالكتره الفظيعه. وفي برضو معادله الناس مش عارفاها، بس ممكن اشرحها بالراحه جدا علشان دي هتفيد الدكاتره وهتفيد المرضى. الفيلير والسكسس او النجاح والفشل ما هواش واحد يساوي اتنين. في شويه عوامل كده بتشيل بعضها. بمعنى ايه؟ يعني السكر بتاعك مش مظبوط بس التراكمي مش عالي قوي، ماشي، ما تحطش معاه بقى فاكتور تدخين، وتحط معاه فاكتور الضغط عالي ومش بياخد ادويه ضغط، حط عليه كمان فاكتور فيتامين دي مش احسن حاجه كده. الدنيا عمال تعلي 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 في الفيلير في المشاكل. لكن ممكن الدنيا تمشي لو السكر التراكمي عالي حاجه بسيطه بس، ما تحطش بقى فاكتورز كتيره مع بعضها. ممكن يبقى مدخن 3 4 5 سيجارات في اليوم بس، لا عنده سكر ولا ضغط ولا عنده مشاكل في حاجه تانية. دي ممكن تعدي الحاله شويه او ما تلاقيش الفيلير ريت مبالغ فيه، واخد بالك؟ فالحاجات اول نوع اللي بيأثر لنا على المشاكل كلها الخاصه بالمريض، اللي هي الانواع العلاجيه والكلام ده. طبعا هتحط عليه الاخواننا اللي عندهم مشاكل بيتعالجوا بالاشعاع والكيماوي، ربنا يشفيهم جميعا. دي مشكله لازم بعد ما يخلص الجرعه على الاقل بست شهور على الاقل، لو ما كانش سنه كمان كده. دي العوامل اللي ليها علاقه بالمريض. طيب ندخل للعوامل اللي ليها علاقه بالدكتور. طبعا لازم الدكتور دوت يبقى سمعته حلوه ومعروف ان شغله حلو والسكسس ريت بتاعه حلو. ما نقيش دكتور الناس كلها بتشتكي منه والحاجه بتاعته مش طالعه كويسه ويقول طب نجرب. طب ما هتجرب يبقى انت في فاكتور 30% من الشغل انت خسرانه. حد يكون شغله حلو ومضمون وسمعته حلوه بلس يكون عنده اشعه مقطعيه في المكان، وده الافضل. ليه؟ لما هتحصل مشكله ادخل اتصور اشعه مقطعيه بسرعه وارجع لي المشكله في العصب الفلاني، لا هنعمل له استبعاد واحنا شغالين، لا العظم اللي حطيناه محتاج يزيد شويه، لا محتاج يقل شويه علشان العظم نفسه يعرف يتنفس. لما بتبقى الاشعه المقطعيه او التكنولوجي انت المالك ليه بتفرق معاك كتير، غير لما تحط الزرع وتقفل وتقول له روح صور في مكان تاني وارجع. مش هتعرف تفتح تاني جرح بعد ما قفلته سوتشرز، مش هينفع. ده الافضل للمريض ان يكون المكان اللي اختاره يكون فيه النوعيات بتاعه التكنولوجي كلها موجوده، واهمهم الاشعه المقطعيه. تالت حاجه نوع الزرعه والمكان اللي بتحط فيه الزرعه. نوع الزرعه دي سيبها للدكتور، لان عمر نوع الزرعه ما هو العامل الاوحد المؤثر. قولي لي بقى التركيبه على الزرعه. هقول لك انا التركيبه على الزرعه الحاجه الحلوه هتيجي ازاي. سي الحاله ديت طبعا حضرتك شايف السنان هم كلهم سنتين اللي في الفك العلوي وجدر، والدنيا مش احسن حاجه، وطبعا دي ست فاضله ولا عارفه تاكل ولا تتكلم ولا اي حاجه. ف
المشكلة اللي قابلتنا إن إحنا لقينا عندها وهي يعني ربنا يديها الصحة يا رب، هي فوق 60 أو يمكن فوق 70، لقينا عندها النياب مدفونة من أيام طبعا زمان وهي قوي. ما تعرفش فاضطرينا إن إحنا نعمل عملية لوحدها علشان نشيل الأنياب المدفونة ديت وندعم المكان دوت بعضن علشان نفتح بعد كده نحط زرعات جنبها مش في نفس المكان. حطينا في الحالة ديت 6 زرعات تمام. طيب اتبقى عندنا مشكلة كبيرة في شكل اللسة، وإن اللسة فيها جزء واطي وجزء عالي وكذا اتجاه وكذا انحناء، والشكل مش هيطلع حلو خالص لو ركبنا بالطريقة العادية اللي أنا أصلا ما بحبهاش. إيه الطريقة العادية؟ إيه لازم الناس تبقى مستوعبة إن إحنا عندنا حاجة اسمها زرعة وحاجة اسمه طربوش تمام. الزرعة والطربوش دول ما ينفعش يدخلوا كده يقوموا يبقوا جزء واحد، ما ينفعش. ليه؟ لأن الزرعة دي جوه في العظم على عمق، والطربوش دوت سطحي يعني من بره. هما الاثنين عشان يتقابلوا لازم ما بينهم وصلة، الوصلة دي اللي عاملة مشاكل بقى في الكون كله دلوقتي. الوصلة دي اسمها أباتمنت تمام. الأباتمنت دي الطريقة الوحشة اللي الناس بتعملها. الناس دي بتعمل ايه؟ بتجيب زرعات رخيصة ومعروف إن هي رخيصة. ليه؟ لأن الفيلير ريت بتاعها عالي، وبيقوم حاطط الأباتمنت على الزرعة وقت التركيب موصلهم ببعض، وبيبرد الأباتمنت في بق العيان لأن الأباتمنت دي جزء معدني. ده إيه مشكلته؟ إن أنت لما بتبرد ما أنتش عارف الشكل النهائي للسة هيكون إيه، لأن أنت لسه حاطط زرعة ولسه اللسة هتلتئم عليها وتديك شكل نهائي في الآخر. فهينتج عنه ان انت بعد ما هتبرد واللسة تهدى وتيجي بقى تركب تلاقي اللسة مشرشرة وطالعة ونازلة. دي اللي بتعمل مشكلة بتاعت انا ركبت والاكل بيدخل في ما بين الزرعة وما بين اللي قبلها واللي بعدها وتحت الزرعة. ليه؟ لان دي اوفر طريقة تعمل بيها تركيب على الزراعة علشان تقدر تطلع هامش ربح من الرقم الغريب اللي اتعمل بيه كامبين المريب. مريب وغير منطقي. التركيبة دي بقى اتعملت ازاي؟ التركيبة دي احنا قلنا طريقتين للتركيب على الزراعة. طريقة ان انت بتحط الاباتمنت او الوصلة ديت وبتبردها في بق العيان وهتطلع النتيجة في الاخر بختك يا ابو بخيت، هيطلع حتة عالية وحتة واطية وحتة رمادي طالعة من بره ومنظر مش ممكن هيطلع حلو، لان العلم يعني لا يكذب. لا يمكن ان الناس عمالة تشتغل بقالها سنين وتقولي لا انا كده انا صح. لا غلط. طيب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحط بديل للأباتمنت في بق العيان، بديل يعني حاجة مشابهة تمام، وبناخد عليه مقاس او بنصوره سكان يعني بالكمبيوتر. وبعد كده بنحط مشكل لسة في بق المريض علشان اللسة تكسي عليه وتبقى عارف ان هو دوت الدوران النهائي اللي انت هتشتغل عليه. وبتاخد المقاس وبعد كده بتحط المقاس دوت على الكمبيوتر وبتبدأ ان انت تشتغل وبتعمل فريم يعني شاسيه داخلي تبني عليه السنان. الشاسيه الداخلي ده ايه بقى؟ ايه فكرته؟ الشاسيه ده فيه نوعين، يا اما شاسيه معدن يا اما بتعمله بورسلين برضو او زيركون، وده بيكون غالي جدا تمام. ده بقى ايه قصته؟ ان هو بيوزع الفورس على الزرعات، الزرعه علشان تضمن ان هي تعيش فتره اطول ما تجيش بعد سنتين ثلاثه وتلاقي حصل فيها مشاكل. لازم الاستريسز تبقى كلها قد بعضها، ما يبقاش في ناحيه ضغطه وناحيه لا. ليه؟ لان كده انت بتحمل على جنب واحد فالزرعات دي هيجرى لها حاجه. فالشاسيه دوت بيوزع الفورس على الزرعات كلها قد بعضها. بعد ما بنحط الشاسيه دوت بنرجع نصور تاني او ناخد مقاس تاني ونبدا نعمل شكل تصوري للاسنان ونعمل بيه عضة، عشان كده التركيب على الزراعة بياخد زيارات كتير، بياخدش أقل من 3 زيارات في الفك الكامل، مش بتكلم في درس واثنين وثلاثة وستة، ده هو مرة واحدة بنكون مخلصين. لكن الفك الكامل انت بتظبط حاجات كتير، بتظبط خط الابتسامة، بتظبط العضة، بتظبط مفصل الفك علشان هو يعرف ينضغ. لا ينفع تعلي العضة قوي ولا ينفع توطي العضة قوي تبوظ المفصل بتاع الأسنان. عندك الفك الكامل مشكله، ولو فكين بقى مع بعض بروفيشناليتي عاليه جدا ان انت تعرف تعمل الحاجه دي تطلعها 10 من 10 مريحه بتندغ وشكلها حلو، لا بتتهته ولا مش عارف تندغ. في ناس ممكن تعمل لهم تركيبه ما يعرفش يبلع ريقه، انت متصور ان انت من العضه عاليه جدا لدرجه بقه ما بيقفلش عشان يبلع ريقه.
فبعد بعد ما تخلص كل الخطوات ديت بتجيب بقى الطرابيش الزيركون وبتقوم ملزقها كده في الشاسيه في الاخر. ايه بقى ميزه كل الخطوات دي غير الطريقه الاولى، ان انت بتحط اباتمنت وتبرده في بق العيان وتقوم ملبس عليه الطربوش دايركت. ايه الميزه وايه العيب؟ في الحاجه الثانيه الميزه ان انت لو حصل مشكله لا قدر الله في اي زرعه، لا قدر الله اي حاجه حصلت لك، احنا بنشيل الطرابيش ديت، بنفك السكروز، بتنزل الشاسيه، تبدا تعالج المشكله اللي عندك وتقوم مرجع الشاسيه بالسنان تاني ومربط زي فكره الصواميل او المسامير. يعني انت خلصت الموضوع دوت في ولا حاجه. يعني لو وارد ان يحصل مشكله في اي زرع، وارد افترض، طب لو انت عامل الطريقه الاولانيه بقى حضرتك نو واي ان انت تعرف تحلها، ده انت ممكن كمان تضطر تشيل الزرعه او تسيبها لحد ما الزرعه نفسها تبدا تفك من العظم وتنزل. الطريقه الاولانيه الغلط ديت اللي ناس كتير بتعملها علشان الدكتور يطلع هامش ربح لانه نازل بكامبين خرافيه غير منطقيه، بيعمل الطريقه دي يوم هتشتكي هيقول لك استحمل شويه، خد مضاد حيوي، مش هيعالج لك المشكله، اللي هو هيسيب لحد ما الزرعه نفسها تقع بالطربوش اللي عليها يبدا يحط زرعه جديده. ده تكنيك خاطئ وخلاص ثبت ان هو خاطئ. التكنيك الثاني اجمل، اضبط، شكله النهائي اكتر من رائع، بس اغلى في كل حاجه. يعني دايما التركيب على زراع غالي، ليه؟ علشان الاكسسوارز اللي انت كل خطوه عمال تحطها، كل الاكسسوارز ديت بتكلفك رقم كبير، بس في النهايه انت طلعت العيان خلاص مش يعني منتهيه مشاكله خالص تماما، مش كل شويه هيفضل رايح جاي رايح جاي، وكل شويه عنده مشكله، وكل شويه بيقول لك لا انا في عندي حاجه عايز اصلحها، لا خلاص بيبقى زي باب وانت قفلته. الزراعه عالم مثير، عالم فيه نقاط كثيره علميه لازم نفهمها، ولكن من اهم الاشياء هي التبكير في التعامل مع الاسنان المفقوده. أرجوكم ما تسيبوش جزء من سنانكم مفقود لفترات طويلة، لأن ده بيأثر على الوش. في وشوش كتيرة جدا بنشوفها أو بيقابلوني يقول لك أنا محتاج أخد فيلر، هو مش محتاج ياخد فيلر، هو محتاج يظبط سنانه. الوش طبق أو الوش انخسف أو حصل فيه دخول للوش، بنقول عليه وشك طبق، عجز. وشك عجز. ليه؟ لانه حضرتك عندك سنان مفقوده بقى لها فتره طويله، فبالتالي مفيش سبورت للوش، مفيش العظم مش موجود واتاكل، فالعضلات بدات تتهدد. والناس دي بتغلط غلطه جباره انها بتروح تحقن فيلر في الوقت ده. الفيلر في الوقت ده انت بتحقن فيلر بيبدا يحمل اكتر، فبيحصل التهدل بانتفاخ، يعني يبقى تهدل منتفخ، فيبقى الوش يبدا يحصل فيه ديسفيجرمنت، وبعدين نكتشف فجأة ان احنا لازم نظبط سناننا. السنان من الاول لازم تتظبط. نورتي وشرفتي، وفي اللقاء القادم سيكون حوارنا عن الفينير ان شاء الله، هذا العالم المثير، وهيكون اول سؤال في الفينير: هل الفينير تغني عن الزراعه؟ لانه في ناس بتفكر دلوقتي تقول لك انا مش هزرع، اعمل لي فينير. طب امتى اعمل زراعه وامتى اعمل فينير؟ وهندخل بقى في الفينير وقصصها وموالها والماتيريال وانواعها، القصه المهمه جدا اللي بدات تنتشر برضو في السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت. ضيفتي العزيزه التي تبدا دائما دكتوره اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان وصاحبه الدبلومه في عالم لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا، نورتي. ميرسي يا دكتور ايمن، خليكم دايما مع الناس الحلوه.